ونعم نحن نترقب ليالي وفجر شهر رمضان المبارك الذي سيأتينا هذا الضيف المبارك هذا الشهر الفضيل مع نهاية هذا الأسبوع بإذن الله. نسأل الله أن نستقبل شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. في ليلة عيونك هي ليلة عمر هي ليلة عمر هي ليلة وأصدقائنا وصلنا معاكم اليوم الثلاثة 21 أبريل 2020 لآخر حلقات برنامج هلا مع رولا لهذا الموسم. هلا مع رولا راح يغيب عنكم بشهر رمضان المبارك لكن بإذن الله تعالى راح أكون معكم على الهواء مباشرة في برنامج المسابقات الرمضاني فائز وجوائز بإذن الله مع أول أيام شهر رمضان المبارك. وبدل هلا مع رولا سيكون هناك برنامج سوالف رمضان من إعداد وتقديم الزميل يحيى العلان كل أحد وثلاثة وخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر. وأنا بعتبرها في شهر رمضان استراحة المحارب حتى أكون يعني شد حيلي طول النهار وبعد ما أكون طبخت ونفخ وعزلت واشتغلت وحطيت أغاني وحطيت أناشيد وحطيت برامج باجي علشان أجننكم أنا وفلاح في فائز وجوائز بالليل كل يوم على الساعة 9:30 لا 11:30 والقلب لا موجة فرح مهما انطفى ومهما انجرح يكون لأحباب وأحباب يم أحباب. وحلقة نهاية الموسم من هلا مع رولا حلقة مختلفة ومميزة جدا جدا حيث سيكون حديثنا في هذه الحلقة اليوم عن الاستثمار في قطر وأيضا عن الوضع الاقتصادي بشكل عام. وضيفنا وضيفكم بإذن الله تعالى أحد رجال الأعمال القطريين البارزين في مجال الاستثمار والاقتصاد المحلي والعربي والعالمي أيضا وهو رجل عصامي مكافح بنى نفسه على مدى سنوات طويلة وتمكن من تأسيس مجموعة شركات تحت مظلة مجموعة أبو عيسى. وأكيد طبعا كل المستمعين لنا في قطر لما منقول البلو سالون أو الصالون الأزرق أكيد بيعرفوا أنه ضيفنا وضيفكم رح يكون السيد أشرف أبو عيسى. أنت من تا أنت من تا يا حبيبي أنت من تا لولاني أنت من تا لولاني صرت أشوفك شخص ثاني أنت من تا لولاني صرت أشوفك شخص. ونرحب أيضا بكل الأصدقاء المتابعين لنا على صفحاتنا على الفيسبوك السيد موسى رمضان لولو وليد إبراهيم البنا أم جمانة حبيبة قلبي تسلمي جمانة شعبان بشر أبو طبنجة محمود أبو الحجة مها ملاس حبيبة قلبي كل عام وأنت بألف خير. وعمر سالم بقول اللي بده يتجوز هالأيام فرصة لأنه ما في أفراح ولا في عزايم ولا مصاريف كوافير يعني توفير بزمتك يا عمر يعني بس اللي شايل همه أنت مصاريف الكوافير يا سيدي صرنا كلنا نعرف نعمل شعرنا في البيت. وجهاد السردي أيضا على المتابعة. مستمعينا بنذكركم بأرقام الاتصال المباشر معنا على الهواء 54-937-40-17-44-33 وأيضا تقدروا تبعتوا أسئلتكم واستفساراتكم على واتساب بالإذاعة 50 ألف
3773 أو تكتبوا أسئلتكم للسيد أشرف أبو عيسى على الفيسبوك وأي شيء بدور في خلدكم، لأنه إحنا عم نحكي اليوم عن قصة نجاح، فقصص النجاح دائما إحنا بناخد منها الإلهام، خاصة اللي بيكونوا عم بيبدوا يشقوا طريقهم في مجال العمل ومجال الاستثمار، واللي بيكونوا مقويين قلبهم وبيقرروا إنهم يكون شغلهم منهم وإلهم. فقصص النجاح دائما بتفيدنا كتير بأنه نستلهم منها خطوات قادمة على الطريق. فإذن إن شاء الله راح يكون معنا بعد قليل السيد أشرف أبو عيسى، وأتوقع بأنه الحديث سيكون حديث شيق وممتع. منرحب من وراء المايكروفون الآخر فلاح الصالح، هدوء صمت اليوم بس لأن الجاليري مليان عند فلاح، فبشاركنا إن شاء الله لما نبدأ اللقاء. إذن نسمع من عندك صديقي فاصل غنائي أو أي شيء تختاره هيك على ذوقك. بختار اليوم كفرات هدوء. أوكي عبين، ما نستقبل ضيفنا مستر أشرف أبو عيسى. لو أناني أنت من تا أنت من تا يا حبيبي، انت من تا لولاني، انت من تا انت من تا يا حبيبي، انت من تا لولاني. حبايب FM، خلكم على السمع وخلينا حبايب. انتي حلوة انتي حلوة، ودي احلى منها كلمة، انتي في عيني بصراحة، والله آية من الجمال، والله آية من الجمال. انتي حلوة انتي حلوة، ودي احلى منها كلمة، انت في عيني بصراحة، والله يا من الجمال، والله يا من الجمال. انت في عيني جميلة، وانت في قلبي أصيلة، وانت قصة ألف ليلة، وانت قصة ألف ليلة. وإحنا بنحكي عن قصص وحكاوي ألف ليلة وليلة. أول سؤال من وجهه للسيد أشرف أبو عيسى، قصة نجاحك هل هي من قصص ألف ليلة وليلة؟ قبل ما أقول مرحبا ولا كيفك ولا شو. يا ريت والله كانت كل ليلة وليلة ألف ليلة وليلة، لأن ما في قصة نجاح تصير بسهولة يعني إلا بالمثابرة والتعب والجهد يعني. نعم، أهلا وسهلا فيك سيد رجل الأعمال والاقتصادي أشرف أبو عيسى، يعني من الأسماء ما شاء الله التي يشار لها بالبنان داخل قطر وأيضا في المنطقة العربية، وقصة مشوار نجاح راح نستعرضها تباعا في حلقتنا لهذا اليوم. وزي ما قلت أنا يمكن للمستمعين أكتر شيء الناس لما بنقول البلو سالون أو السالون الأزرق في قطر صح. على طول بيعرفوا أشرف أبو عيسى، فأهلا وسهلا فيك، نورتنا. مشكور لكم على الاستضافة هاي أخت رولا حبيبي، أهلا وسهلا. والأخ علي عبد الستار يعني ما قصرتوا، هاي شرف لي نكون معكم على القناة. أهلا وسهلا فيك، تسلم يا الغالي. بعد إذن بيدأ يمكن أكثر شيء يقلق الناس حاليا مستر أشرف الوضع الاقتصادي الراهن أو الحرب الاقتصادية، والناس يعني كأنه لا يكفيها كوفيد-19 لتأتي عليها أزمة النفط العالمية وانخفاض أسعاره إلى دون الصفر. كيف تنظر إلى هذه الأزمة؟ هل هي مفتعلة؟ وما هي تبعاتها على الاقتصاد المحلي والعربي والعالمي؟ والله بالنسبة لي أنا يعني دائما أطلع الأمور من ناحية عملية أكثر شوي، يعني إنه مفتعلة أو مش مفتعلة طبعا نظريات كثير ويجينا قصص كثير على الموضوع. نعم.
أنا عشان الواحد ما أصلاً عنده كنترول على هالموضوع وما له أصلاً في الموضوع هذا، هي مفتعلة مفتعلة عند نعم. الواقع اللي بتعامل معها فما ضيع وقتي أحاول أعرف إن هي مش مفتعلة مش مفتعلة، أضيع وقتي أحاول أعرف كيف أتفاعل وأتعايش مع الوضع الجديد اللي إحنا عايشين فيه. فبالنسبة لي يعني هاي الأزمة ما مرت على حد، يعني مثلا ما في كتاب ولا في ماني ولا واحد يقدر يقرأ يعرف إيش اللي صار اليوم وكيف ممكن واحد يتعامل معه، فشيء جديد على الجميع. نعم. فكل واحد واجتهاده يعني كيف يتعامل مع الوضع اليوم، فكل شركة أو كل شخص أو كل إنسان حسب موقعه يعني يجتهد ويحاول بقدر المستطاع يتعامل مع الوضع بحسب أولوياته هو وبحسب قيمه. نعم. يعني هذا مهم جدا. طبعا الأزمة أزمة على الجميع، أول مرة تمر على التاريخ البشرية يمكن بعد الحروب العالمية يعني أو ما شابه، بس يعني ما مرت مرحلة مثل المرحلة إن كل العالم مستاء وكل العالم متضايق وكل ما عدا بعض الاندستريز أو بعض الأعمال مثل الأعمال مثلا الناس اللي يشتغلوا في الأكل وفي الطب وفي الأدوية وفي كذا، يمكن اليوم وضعهم أحسن. نعم. لأن في بس غير هيك أكثر الناس متأثرين يعني. نعم. ومتأثرين سلبيا. فالوضع يعني عام، حتى يعني نزول البترول ونزول كذا شيء متوقع لأن الإقبال على الطاقة قل. نعم. الناس اليوم قاعدة في بيوتها، السيارات ما تتحرك، الطيارات ما تتحرك، المصانع ما تتحرك، ما في شيء. نعم. فأكيد الطاقة حتقل يعني ما استهلاك عليها يعني، فشيء متوقع 100% يعني. نعم. بس هي المشكلة في الموضوع إن يعني اللي سهل إذا قدرنا نعرف كم طول الشغلة يعني كم حتطول. هلا في اليمن اللي فاتوا قال نسمع من مثلا من بريطانيا ومن أمريكا إنه يرجعوا يفتحوا بلادهم، أكثرهم قاعد يقولوا إن إحنا خلاص شهر 6 أكثر من هيك ما نستحمل. يعني بعد شهر 6 لازم الأمور ترجع طبيعية، حتى لو في إصابات حتى لو في كذا لازم نتعامل معها، لأن يا أما إنه واقع موجود. إيه الواقع موجود. نعم. وكذا الحمد لله إحنا في قطر ما عندنا الضغط هذا، يعني الحمد لله الدولة متعاونة جدا مع الجميع. نعم. أوكي. في قرارات كثير طلعت مشجعة ومساعدة للرجل الأعمال إنه يستمر. نعم. بس طبعا الحين الاليات ما صارت وما يعني ما وضحت، بس اكيد النية موجودة يعني. نعم. فاقول للناس لا تخافوا يعني اي شيء تقول الحكومة او توعد فيه ان شاء الله بصير. احيانا الناس تنتقد انه والله انه في تأخير في كذا، بس يعني اعتقد الموضوع مش موضوع يعني موضوع ان كل من شغل باشياء اهم. صحيح. وهذا إن شاء الله يوم لما تهدى الأمور شوي الأشياء اللي معلقة والأشياء كذا إن شاء الله كلها تنحل والأمور تمشي مثل ما كانت إن شاء الله. كوفيد 19 كيف أثر على عليكم كرجال أعمال في قطر وكاقتصاديين؟ أيضا هو كان أمر زي ما حضرتك تفضلت أيضا من الأمور التي لم ترد في كتب وكانت مفاجئة. كيف أثر كوفيد 19 على قطاع الأعمال؟ والله اليوم طبعا فاجأ الجميع وكان يعني شيء غير متوقع أبدا، لكن كمان اليوم أعتقد التاريخ فيما بعد حيذكر الإنسان أو الشركة بما تعامل معه في الوضع الحالي. نعم. يعني في يوم من الأيام حيسألوك عيالك ولا حيسألوك موظفينك ولا أي حد جديد تعامل معه يقول لك أنت إيش سويت وقت الكوفيد. صحيح. فالواحد صحيح. إذا طلع على الأمور من هالمنطق هذا أو من هالزاوية هاي أظن بيحاول يحسن وضعه وتعامله مع الموقف الحالي يعني، لأن اليوم الناس هيتذكروك في هالشغلة. صحيح. فاللي مثلا من أول يوم من قبل ما يشوف ولا يعرف إيش صار أخذ إجراءات سريعة، مثلا فنش موظفين ونزل معاشات ومش عارف إيش، هو الكل اللي حواليه عارف انه مثلا مقتدر انه يستمر. صحيح. طبعا حيكون موقفه قدام شركته وموظفينه والناس حتى مستقبلا ما حيكون موقف يعني ايجابي. افتكيف من الناس. صحيح. واللي مسكين مضطر ما يقدر يعني، في ناس حرام يعني دخلهم يومي حسب الـ 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 حسب الـ الشغل اللي هم فيه او نوعيه العمل اللي هم يقوموا فيه. مثلا في ناس في قطاع الخدمات في كذا يعني عندهم مثلا مجموعة كبيرة من العمال وهي يعتمد يوميا على إنتاجهم وعلى شغلهم وعلى كذا، وفي شركات صغيرة رح يمتدأ كمان حرام ما يقدر حد يضمها يعني.
وبس صدقيني الموظفين والناس اللي يشتغلوا معك دائما عارفين وضع يعني فاهمين صحيح. هل انت قادر وقاعد تشتغل الوضع وتوفر او انت والله يوم فعلا عندك ضائقة ومثلا استغناك عنهم او تقليل معاشاتهم كان شيء اضطراري؟ نعم الكل يقدر نعم بهالظروف اكيد الكل مقدر لكن احنا فعلا نطمح سيد اشرف انه رجال الاعمال المقتدرين انهم فعلا يحافظوا على الموظفين اللي معاهم اللي هم جزء ثاني ايضا من اسرتهم وعائلتهم حتى ما يتعرض الغالبيه العظمى من الناس اللي بتشتغل عند رجال الاعمال لضائقه اقتصاديه يعني مع هالظروف اللي كثير صعبه صارت على الجميع. صحيح يعني اليوم طبعا الحكومه وعدت انها تساعد ويعني أكثر من مرة وأكثر من طريقة وكل فترة يحاولوا يغيروا طريقة الآلية عشان يعني تسهل على الناس أكثر فمش مقصرين يعني فالواحد ما يستعجل يعني إذا عنده القدرة يعني نعم. ما يستعجل بأخذ القرارات اللي ممكن تضر بأرزاق الناس وعيشتها يعني. أنت مع توجه دول أوروبا وأمريكا لأن تعود الحياة إلى مسارها الطبيعي في شهر 5 أو شهر 6 أنه رح يكون وضع الاستمرارية في نفس هاي الظروف والمعطيات رح يكون صعب؟ والله يعني رجال أعمال نامي ينادوا بهالكلام بس أنا صراحة بهالموضوع بالذات لا أنا يعني خلي القرار عند مثلا وزارة الصحة ولا عند يعني عند الدولة أكثر نعم. هم قدروا يعرفوا هالموضوع أكثر يعني واحد ما يستعجل يعني وما يطمع إن يعني إذا كان في قدرة على الاستمرارية يعني أو, نعم. أو على استمرارية الحجر يعني لكن طبعا إحنا كرجال أعمال وكحتى ك يعني ناس عاديين حابين الحياة ترجع مثل ما كانت بس طبعا لا أنا أعتقد الصحة والصحة وحياة الناس أهم كثير من كل الأشغال ومن كل الطلعات والجيات ومن كل شيء. صحيح وكله لاحق عليه الواحد. سيد أشرف أبو عيسى يعني أنت من رجال الأعمال القطريين اللي كان لك مساهمة فعالة في كوفيد 19 حيث يعني كنت أنت من الشركات اللي قدمت وتعاونت مع الدولة في مراكز للحجر الصحي وحسب أنا ما شفت من فيديوهات ومن من يعني من خلال فريق العمل اللي معك وجدت إنه مكان للحجر الصحي للعمال الوافدة على أعلى مستوى وليس كما يحاول البعض يمكن من دول الحصار أن يشيع بأنه الحجر الصحي للعمال الوافدة في قطر مخالف للشروط والأحكام الصحية أو الأعراف الدولية فأنت كونك دخلت في هاي التجربة واشتغلت عمل متواصل ليل مع نهار تحكينا عن هالتجربة هاي وفعليا نوضح الصورة أكثر للمستمعين. والله من حوالي 4 سنوات الدولة منحت أراضي لإنشاء مراكز أو مساكن العمال تكون نموذجية من ناحية المساحات من ناحية المرافق الترفيهية من ناحية الأكل والشرب يعني بالنسبة يعني حاولوا كانت الدولة أن تتوجه في اتجاه هذا يعني فالحمد لله كنا احنا من أول الشركات اللي بنينا المجمع هذا على المواصفات الجديدة والنموذجية وكنا أول الناس اللي خلصنا البناء هذا وزين اللي جاء وقته يعني اليوم وقت احتياج الدولة لا يعني احنا اليوم يعني هو شيء سيء ظرف سيء لكن الحمد لله كنا جاهزين الحمد لله اوكي وجانا جماعة يعني الاخوان من وزارة الصحة وطلبوا المكان في خلال يعني 72 ساعة جهزناه كامل ما شاء الله يعني من تقريبا سكن عمال عادي اللي هو يعني اللي احنا كنا حاطينه طبعا مواصفات زينه بس كمان مش كمستشفى مش او نعم كمكان للعلاج اي فحاولنا نعمل قد ما نقدر قريب لاستيعاب يعني العمال اللي عندهم اصابات او عندهم نعم. مثلا او للحجر يعني الناحيتين مع توفير كل الخدمات اللي هون في عياده كامله مجهزه كامله هناك في يعني مطابخ في مرافق ترفيهية في كل شيء نعم والحمد لله يعني اليوم شوف ان اللي هناك موجودين كلهم مبسوطين ومرتاحين حتى يقولون لي وزارة الصحة يمكن ان مشكلة نطلعهم بعدين على الاغلب ايه طبعا بس صراحة لازم يعني في هالنقطة هاي اذكر
المجهود اللي قاعدين نشوفه من وزارة الصحة ومن وزارة الداخلية ومن وزارة المواصلات ومن الجميع اللي قاعدين يشتغلوا في هالمجال. نعم. يعني ترفع تليفون لأي حد أو تكلم خلال ثواني يكون الموضوع خالص وجاهز. ما شاء الله. يعني ما شاء الله عليهم فعلا، الكل حاسس بمسؤولية وكل حاسس بالظرف الصعب اللي احنا فيه، وصراحة الكل على قدر المسؤولية. كأنه أحيانا تحسي إنه والله كأنه متدربين على الوضع هذا. نعم. هو صراحة كمان شوي ساعدنا موضوع الحصار يعني. بالضبط. إحنا متأقلمين شوي. صحيح. خاصة في موضوع توفير المواد الغذائية. أنا أتذكر يوم صار الحصار كنا نجتمع يوميا في وزارة التجارة وأحيانا مع رئيس الوزراء كمان، إن نشوف كيف ما نقطع البلد من المواد الغذائية والاستهلاكية، إن تم العجلة ماشية. وقعدنا يمكن أول 10 أيام من الحصار وإحنا مشتغلين على الموضوع هذا. اليوم بعد اللي صار، مع أنها أزمة يعني كبيرة وأكبر شوي، لأن حتى الأماكن اللي إحنا نستورد منها كلها بنفس الأزمة، والمطارات مسكرة ومش عارف وين، يعني صعب. صحيح. أصعب شوي. ما احتجنا حتى نقعد يوم واحد مع أحد، يعني يمكن اجتماع واحد أو حتى تليفونات من القائمين على الوزارات والأخوان اللي ما شاء الله عليهم اللي ما قصروا، يعني إنه ها قصركم شيء، محتاجين شيء، ها الأمور تمشي أوكي كذا، يعني بس يعني كلمة تطمينية، أو يعني بدهم مننا يعرفوا إن في هل في عوائق أو شيء. وهذا كان المس اللي سويناه، والباقي كله يعني الحمد لله مشي كويس بسهولة، لأن مرنا بهالظرف من 3 سنوات تقريبا. نعم. إذن السوق المحلي في رمضان الحمد لله لن يكون ناقصه أي شيء، رغم إغلاق المطارات والكثير من الموانئ والمراكز. السلع الاستهلاكية الأساسية لا. يعني بعض يمكن مثلا بعض نوعيات الفواكه تكون مش موجودة، بعض هاي قابل الواحد يستغني عنها، يعني هاي رفاهية تعتبر. بالضبط، رفاهية. إيه. بس الأساسيات موجودة. الأساسيات كلها موجودة الحمد لله وكثرة. الحمد لله. خلينا نطلع شوي المستمعين والمتابعين لنا على الفيسبوك من جو كوفيد والانهيار الاقتصادي اللي عم بيصير، ونيجي نحكي هلأ عن أشرف أبو عيسى، قصة نجاح. كيف بدأت؟ ذكرنا كيف كانت البدايات، وهل كانت صعبة ولا سهلة؟ والله البدايات كانت يعني صعبة وسهلة، يعني هي الظرف كان صعب. يعني بديت بعد وفاة والدي الله يرحمه، كنت أنا أول سنة جامعة، واضطريت أني أترك دراستي وأرجع أنتبه على الشغل. وصراحة يعني إذا واحد عنده جزء من مسؤولية من إحساس في المسؤولية، بينحط في ظرف مثل هذا أكيد يعني يعني بينجح أو بيكون تقريبا، يعني إذا بيقول حط طبعا الظروف اللي حواليك. يعني الحمد لله الوالد ترك لنا يعني شيء جاهز، يعني شركة كان متأسسها صار لها 5 سنين. نعم. كان فيها يمكن هيكل وظيفي تقريبا 30-40 شخص، يعني مش كثار يعني، بس إنه كانوا موجودين ومتدربين على يد الوالد اللي كان عنده خبرة سابقة. نعم. بالشغل مع أخوه. نعم. ف يعني جينا على وضع مش يعني مش والله بداية من صفر أو شيء، لا في أساس، وأساس قوي. نعم. ومنها أنا وأخوي نبيل انطلقنا يعني مع بعض. يعني أخوي نبيل كان يكمل دراسته في أمريكا، وبعد ما خلص كمان يعني مع بعض كملنا وشقنا طريقنا. هي والله يعني أول شيء توفيق من رب العالمين، يعني فعلا يعني ربنا ما قصر معنا الحمد لله. وهذا أول شيء. وتاني شيء إنه إحساس بالمسؤولية، الواحد يحس إنه والله الموضوع مش موضوع خياري، يا أما تنجح يا أما تروح تشوف لك وظيفة وتخلص يعني أكيد وتنسى البزنس. فما كان في خيار يعني. فاشتغلنا أول 10 سنين يعني تقريبا من غير إجازات، من غير حتى ويكندز، من غير كذا. والحمد لله اليوم يعني الشركة فيها حوالي يعني بين حوالي 3500 موظف ما شاء الله. أوكي. ولها أفرع في 6-7 دول في العالم، وحوالي 100 مكان، وشركات توزيع وشركات كذا. فيعني الواحد يعني أنا نجاح أشوفه مش أنا عمري ما اشتغلت الفلوس الحمد لله. الحمد لله. يعني ما كان نيفر يعني عمره ما كان عندي هدف مادي أو شيء. طبعا أحيانا المادة والأرباح تعتبر قياس. نعم. لنجاحك وكذا. لكن يعني أنا اللي دائما ينشطني ويحفزني هو النجاح. نعم. وإني أشوف الناس تشتغل مع بعض، وأشوف إن هذا العمل اللي إحنا نقوم فيه مشغل ناس، تعيل عائلات. نعم. ويعني هذا اللي صراحة هذا اللي أنا اللي أجني من يعني بالإنجليزي يقول my satisfaction is that. أكيد يعني. إيه. عظيم. إيه.
يعني أنت ونبيل بدأتوا استلمتوا طبعا العمل من الوالد الله يرحمه. ولما يكون شباب عم تدرس بالجامعة وتكون برضه مطالبة حتى لو الفاونديشن موجود, بس برضه هذا ما بيعني أنه المسألة سهلة, لأنه الواحد يمكن عم بدرس بشيء وهو يفاجأ بواقع, يعني هذا خلاص أمر ما صح. في منه مسار بالضبط, فبالتالي أكيد صعب يعني صحيح. حتى قد ما بننساهله بس هو صعب صحيح. بس لكن يعني مثلا أي واحد في عمله اليوم, أنت مثلا في عملك الإعلامي اليوم أنت عندك مع بناتك تجلسي كل يوم المساء مثلا تتعشوا أو تتغدوا أو يعني تتكلم عن شغلك, فتلاقي مثلا بناتك ما عندهم غرابة على المجال. يعني أنا اليوم دخلت على استوديو, أول مرة أدخل على استوديو إذاعي فجأت في أشياء كثير أحتكير. نعم. مثلا بناتك ما حيكون أي شيء مفاجئ, كل شيء بالنسبة لهم حتى المصطلحات وكلها يعني بالنسبة لهم حتكون سهلة. صحيح. نفس الشيء يعني الوالد الله يرحمه كان يرجع من الشغل يقول إيش صار معه في اليوم هذا, إيش شاف, إيش صار سفراته, نشوف صور نسأله عن هاي نسأله, فما كان شيء غريب علينا كثير يعني. كنتوا متابعين. فأنا لما ندخل في العمل نخرط في العمل يكون الشيء أسهل من إنه حد والله جاي على شيء جديد تماما 100%. طب صدقا مستر أشرف, يعني أنتوا إجيتوا على هيك الوظيفة موجود قائم صحيح. وبالعادة دائما لما بيكون في ستاف موظفين وبيكونوا أصحاب كفاءة وخبرة احيانا, خاصه اذا كانوا اكبر سنا منك بتلاقيه بقول لك يعني معقول يجي هذا ابن مبارح يصير مدير علي او هو صاحب القرار. فهذيك يعني كلنا عشناها هاي التجارب. والله سؤال مهم وسؤال ذكي, يعني انك تفكر تحطي نفسك في مكاني في ذاك الوقت, يعني هذا ذكاء منك صراحه. صح كان عندي معاناه في الاول لكن سبحان الله, لما قلت توفيق من الله يعني صار في ظرف طلبوا, يعني اجتمعوا الموظفين المهمين عندي كانوا تقريبا 10 وحطوا متطلباتهم في ورقة. هذا بعد وفاة والدي بشهر اوكي, وجوني بعد ما يعني هدت العاصفة الوفاة والمفاجأة يعني كانت غير سارة للجميع, لكن هدت الأمور. والوالد كمان كان غايب عن الشغل, صار له حوالي تقريبا سنة علاج وما علاج, يعني كان في فراغ لمدة طويلة. فهم مسكين كمان خايفين على شغلهم, خايفين على مستقبلهم, مش عارفين إيش اللي جاي. ففي الأول فعلا في أول فترة أنا كنت خايف من الموضوع, ويعني حاتي إن الموضوع إنه والله تعال أنت كنت شوفك إحنا طفل كنت تلعب في المحل نركض وراك والحين جاي تسوي نفسك علينا مدير. فلما كتب العريضة هاي واللي فيها متطلباتهم أنا صراحة يعني احترت, لأنه كان دائما في العائلة يعني دبيت إن هل أشرف يرجع يكمل دراسته ونجيب مدير يدير الشركة أو يعني هو يستمر بهذا. فالناس تقول شيء وناس تقول شيء, فما ما كنا عارفين يعني. يعني أنا طبعا بالنسبة لي كان قرار مأخوذ إنه حتم في الشغل البلد والشغل, كان عندي أخوات بنات صغار ريم وأشرة, يعني واحدة 7 سنوات واحدة 12 سنة والوالدة, فما كنت حتركهم يعني واروح أنا أكمل شغلي في أمريكا. فبالنسبة لي القرار مأخوذ. فبس لما جتني هالعريضة من الموظفين خفت إن شارك أي حد في هالموضوع يقول لك شفت شلون يعني لازم ترجع وتخلص وشكلك ما حتقدر تدير هذول الشباب يعني. فيعني جاء ظرف صعب, فقررت هيك قعدت 2-3 افكر في الموضوع, ما نمت صراحه. طبعا شيء كثير بيقلق, اذا انا مشيت على اللي هم عايزينه يعني خلاص انا رضخت لهم واهتمني راضخ لهم على طول على طول صح, او اخذ موقف شديد وصارم ومنها يعني تنطلق. بعد 2-3 قلت لهم خلاص اسمعوا اليوم انتم مش عاجبكم الشغل ف خلاص انا بستغنى عن خدماتكم اذا حابين يعني انه تطلع من الشغل. انا ما حمشي ولا واحد من هذه الطلبات اللي حاطينها اوكي, فاللي بدي يتم اهلا وسهلا, اللي ما يتم مع السلامه. وبالعكس انا افضل انكم تطلعوا عشان ابدا من الصفر مثل ما بدا والدي من قبل, وعندي 1-2 من الموظفين هذول. والله قرار جريء. إيه والله مش سهل. جريء لكن ذيك الايام في قطر كنا ناخذ دائما فتره الغداء يعني كان نسكر المحلات والمكاتب بين الساعة 12 والساعة 4 تقريبا. فكان هذا الكلام اللي صار والجدال اللي صار كان الصباح, فبين فترة الغداء صار يجوني واحد على البيت.
ترى احنا مش احنا اللي كتبنا العريضه ولا احنا اللي قررنا ولا شيء. فقلت لهم اوكي خلاص، جاء اثنين ثلاثه قلت لهم خلاص رجعوا لي بعد الساعه 4 ان شاء الله نرجع المكتب نتكلم. رجعوا الساعه 4 قلت لهم، قالوا ايش نسوي الحين؟ قلت لهم والله شوفوا، اللي اول شيء كلكم جتوني وكلهم تقولوا لي انه ما مش فكرتنا، ابي اعرف فكره مين هالكتاب. قالوا فكره فلان. قلت انت فلان معلش، انا بما انك انت بديت الشغل انا مستغني عن خدماتك. اوكي شكلك انت مش عاجبك الشغل، انت روح اطلع من الاجتماع حتى من الحين. اوكي الباقي تستمروا معي، انا عندي شروط، مش انت عندكم شروط، انا عندي شروط 1 2 3. وطبعا كلهم مساكين يعني، كلهم كان خوف على مستقبلهم على كذا، يمكن هذا الموقف حتى حسسهم ان انا عندي ثقه بنفسي اكثر وعندي كذا، فطمنوا شوي. وكلهم بقوا الحمد لله، وفي منهم من 10 اشخاص هذول في يمكن 5 لهلا معنا ما شاء الله بعد 33 سنه. طبعا بيصيروا يعني عائله العمر موجودين. فيعني ما لمتم ولا رجعت تذكرتهم بالموضوع، يمكن اول مره اتكلم عن الموضوع هذا على فكره. نكشت رولا. ايوه نكشت يا رولا ما شاء الله عليكم. طيب العمل دائما يعني في اوروبا وفي امريكا دائما اكثر الشركات نجاحا هي الشركات العائليه، وللاسف هي بعالمنا العربي مش كثير موجوده. يعني احنا بنشوفها في اوروبا، بنشوفها باليونان، بقبرص، بكثير دول من العالم، لكن عالمنا العربي دائما بيكون الغالبيه العظمى بتقول انه مستحيل اخوان الاثنين يتفقوا بالشغل او العيله تشيل بزنس. ولكن أشرف ونبيل أبو عيسى أنتم ما شاء الله يعني تتشود نموذج مختلف، وبالعكس دافع لكثير من الناس تفكر دائما في العمل أو البزنس العائلي. قدي أنت ونبيل كنتوا وما زلتوا بحمد الله متفقين في تسيير أمور العمل، وكيف بتتفقوا على الصلاحيات، خاصة أنه ما شاء الله عندكم عدد كبير من الموظفين والعاملين؟ كمان سؤال جميل. هو شوف الشركات العائلية المشكلة فيها أن دائما هي تقول لك مثلا أول سن أو أول جيل يأسسها، ثاني جيل يستمتع فيها، ثالث جيل يخربها. إحنا يعني تقريبا بين أول وثاني جيل يعني جيل. لكن الصعوبة في الموضوع أن دائما في بين الشركة وبين الإخوان أن مين يقود المسيرة، يعني مين يقود السفينة. صحيح. فهو اصعب احيانا على مثلا انا وبين نبيل بس سنه ونص بالعمر، مش فرق كبير. لكن اصعب على نبيل احيانا ان مثلا يتقبل قراراتي كاني انا الكبير وانا يعني التشيرمان تبع الشركه وكذا، ان اوكي في الاخر كلمه اشرف هي اللي حتمشي. كيف؟ وهو طبعا كان مسؤوليه علي لانه الاخر قرر ايه. فاي شيء نتجادل فيه وكذا يعني، ودائما الجدال يكون جدال بناء الحمد لله. ولا مره مر علينا يوم إنه والله كل واحد فينا مثلا عاند الثاني بس مجرد العناد او شيء، لا دائما موضوعيين جدا في جدالنا وفي قراراتنا. وفي الاخر هو قرار واحد رح يمشي، اذا صار في قرارين وصار في تعليمات من هذا ومن هذا وصار في سياسه في داخل الشركه وكذا بتخرب اكيد طبعا. فاقول دائما الاصعب على الشخص المتلقي القرار اللي يعني الاصغر واللي كذا، واللي يعني انا يعني بحيي اخوي نبيل من هالمكان، لانه دائما مثلا يعاملني في الشغل كاني ابوه مش كاني اخوه. حبيبي عرفت كيف؟ نعم. يعني فالحمد لله هذا من اسرار نجاحنا الحمد لله كتيم. نعم. بالنسبه للجيل الثالث اللي هو يعني دائما اصعب، لانه نعم. في اولادي واولاده وفي اولاد خواتي وفي نعم. يعني كلهم يعني ان شاء الله يوم من الايام حيدخلوا معنا في البزنس ان شاء الله. صعبنا عليهم الموضوع. نعم. يعني انا خلال دراستي في اخذت انا كورس في هارفارد من حوالي 10 سنوات، من عرفت كيف اكثر الشركات اللي يعني كان في معنا ناس من 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 مختلف دول العالم، وكل واحد يعني في تبادل خبرات وكل واحد يتكلم عن خبرته، فيعني كان شيء جدا بالنسبه لي مفيد. تكلمنا على موضوع الجيل الثالث او يعني الجيل القادم. فمن القرارات اللي طلعنا، عشان اختصر عليكم اطول، من القرارات اللي طلعنا فيها انه اول شيء الجامعه والتخصص لازم يكون مقبول من العائله. يعني عم سوي لها مجلس عائله جميل، وكل طالب يروح لازم الجامعه اللي يروح عليها اللي حابب يدخل البزنس، اللي مش حابب يدخل البزنس يسوي اللي يبيه. بس اللي حابب يدخل البزنس لازم التخصص والجامعه اللي يروح عليها تكون مقبوله يعني شيء. والصراحه نحاول نبعدهم عن دراسه البزنس كبزنس.
يحاولوا لان البزنس يتعلموا في البيت مثل ما قلت لك يعني اليوم صح يجوا يعني هم عم بيتابعوا عايشين في الجو بالضبط وبعدين ممكن اعلمهم بعدين او ممكن ياخذ مثلا بعدين ام بي اي يعني ماستر في البزنس بس قبلها ك يعني كبكالوريوس او دراسه بدائيه في الجامعه انه يتعلم شيء ما يتعلمه في البيت هندسه مثلا حتى في مجال بيز مثلا الفاينانس في صار معقد في اشياء شوي صعبه صح مثلا محاماه يعني قانون او صيدل اي شيء يعني ما يقدر يتعلمه في البيت يعني لازم نروح الجامعه عشان وبالعكس بيكون ادد فاليو لاحقا يعني اللي بدرس محامي صح. ممكن ايضا يعمل في كمحامي للشركه صح. او استشاري قانوني صح. للشركه طبعا عندي بنتي هي ان شاء الله هاي هذا الصيف تتخرج حبيبتي محامي من اسكتلندا يعني الف مبروك يعني كمان يعني بس كمان شرطنا عليهم انه 5 سنوات لازم يشتغلوا خارج المنظومة خارج الشركة 5 سنوات ولازم في خلال ال5 سنوات يترقوا مرتين حاطين عليهم يعني شروط هارد رولز عن جد صعبة وعندنا أول حفيد للوالد الله يرحمه اسمه زياد ابن نبيل حبيب. خرج مهندس سيفل مدني من أمريكا وحين قاعد يشتغل مكان برا يعني وما شاء الله عليه يعني قاعد ياخذ خبره وياخذ يعني مثلا الشغل اللي يشتغل فيه مرتبط كثير في الاويل اند غاز اندستري في البترول كذا فيعني شيء جديد علينا على العائله ما نعرفه يعني بس هو كمان بالنسبه له قاعد يشوف كيف الشركات الكبيره تتعامل مع الاعمال كيف تنظيم الشركات كيف القرارات تؤخذ كيف كذا نعم فيعني 5 سنين هذا لازم يطوروا مرتين او يعني بعدين يعني ما بيكفي خلصوا جامعة مدخلينهم 5 سنين جامعة ثانية جامعة الحياة بعدين من الأشياء اللي شرطنا عليهم فيها أنهم يتعلموا لغة ثالثة بطلاقة يعني ما شاء الله يعني عربي إنجليزي بعدين يختاروا أي لغة إيش ما كانت يعني أفتح كيف مين من المستمعين حاب يكون ابن لأشرف أو لنبيل هذا تعجيز بس كلهم يعني اللي قاعد يتعلم اسباني واللي قاعد يتعلم فرنسي واللي قاعد يتعلم يعني بتحسوهم كجيل جديد بيقبلوا هال يعني هال القرارات او هالنصائح لتسينها ادفايسز مور من انها فرض واقع او اجبار اي والله حتى لما اخذنا القرار من حوالي 6-7 سنوات هم صغار يعني كانوا اطفال جمعوهم الشركة الاستشارية اللي سوت لنا النموذج هذا وشرحت لهم بطريقة سهلة يعني اوكي انه ايش اللي هم مقبلين عليه وايش المطلوب منهم فيعني حسوا حالهم يعني انه فعلا الموضوع جدي مش موضوع بس كبروا جاهزين الله يوفقهم جميعا بدي ارحب انا وياك لانه عم تيجينا كثير على الفيسبوك قبل ما نستكمل احمد الويس بيسلم عليك محمد علي الجليدي من تونس بيسلم عليك كمان وبسألك انه هل لكم استثمارات في مثلا تونس كونها لؤلؤة المتوسط او هل لديكم النية لا والله ما عندنا استثمارات لكن تونس من الدول اللي شايفين ان قاعدة تأخذ خطوات صحيحة وجدية في إعادة ترتيب أوراقها يعني لا أكيد تونس على الرادار موجودة على الخط رانيا الروبي عامر الهناهدي بيسلم هنانده ميشيل ريفيرا بتقول لك هلو مستر أشرف أبو عيسى thank you for your kindness love opportunity that you are giving us we always praying for your protection happiness and success stay safe Allah bless you and your family thank you so much you're most welcome أيضا مارك دانيال بقول لك مديري العزيز كل الحب والاحترام اليوم مدلعين ولا المدير اليوم وليد محمد السرحان محمد عصام أيضا بقول بشكرنا على استضافتنا لمديره السيد أشرف وبقول أنه أنت من الأشخاص المحترمين جدا وأيضا لنا أصدقاء من أمريكا وصحفيين كثر على المتابعة حياكم جميعا طيب إذن هناك الجيل الثالث ويستعد لدخول مجموعة أبو عيسى وهذه المجموعة ما شاء الله تحتوي تحت مظلتها عدد من الأعمال والاستثمارات الناس إذا بنحكي مسافر بيعرفوكم بنحكي الصالون الأزرق بيعرفوكم بنحكي
يعني كثير كثير. انا بديش احكي صح. انت بدك تحكي لنا بسم الله يعني ما من غير ما رح نتسق عين اشي. والله شوف انا يعني بالنسبه لشغلنا حاول احنا اليوم نعمل اشياء يعني الحين في ممكن واحد يجيب شركات من برا ويفتح لها محلات وكذا، لكن قد ما نقدر نحاول احنا نفسنا نطلع احنا بعض الافكار وبعض الكونسبتس اللي نسويها في قطر. يعني مثلا مسافر او كاريزما او فلتا او سيكريت نوتس او مومنتو، هاي الاشياء احنا مسوينها يعني ككونسبت من الصفر بما يتناسب مع طبيعة بلدنا وطبيعة أسواقنا والأشياء اللي تطلب يعني متطلبات الزبون عندنا. وبدينا في خطوة في التصنيع حتى باسم يعني مش مصانعنا بس، لكن نصنع في أماكن أخرى بس نعم. لأشياء إحنا مصممينها ومسوينها ديزاين وباسمنا إحنا يعني حقوقها بالكامل لكم. إيه كامل. فهذا صراحة كتير ساعدنا لأنه يعني طلعنا من قوقعة الوكالات والأسامي اللي دائما تكبلك يعني دائما تحس انك انت ساجين هالبراند لان ما تطلع عن الأشياء اللي هم فرضينها عليك صح، وما كانش في بدائل والترناتيفز كثيرة كمان، وهم يحاولوا يكونوا جلوبال يعني هم يحاولوا يكون يعملوا حلول او طريقة للتسويق تكون مناسبة لكل العالم عشان ما يواجه راسهم بكل بلد الوحدة. فلما يكون انا عندي المجال ان انا اسوي انا كونسبت بنفسي واسوي طريقتي بنفسي، طبعا لازم يكون في ديسبلين، لازم اهم شيء في الموضوع اي براند يصير او اي شغل موضوع الانتظام وعدم تجاوز الحدود معينة للإيمج أو للكونسبت اللي انت مسويه مهم جدا. نعم أوكي. أكيد. يعني احنا نشوف مثلا الفرنسيين والفرق بين الفرنسيين والإيطاليين، مثلا الفرنسيين تلاقيهم مثلا شركات زي شانيل وديور وليفيتون وإرمس ودول كلهم طول عمرهم نفس الطريقة منضبطين، يعني حتى إرمس لو اليوم سكرت مثلا الصين فترة أوكي وأكيد محلاتهم تأثرت، فيجي تفتح مرة ثانية المحلات تيجي تشتري شنطة من عندهم يقولك لا تستني 6 شهور كمان تكون الشنط عندهم بس خلاص هاي طريقتهم ولازم يحسسون إنه دائما إيه إنه دائما بالضبط. في بعض الشركات الأخرى لا، ما تلاقي مثلا زي الطليان عندهم ديزاين وعندهم شاطرين جدا وكرياتيف كثير، لكن مثلا في الديسيبلين أو الـ الـ المصداقية الانتظام أو آه. أو يعني تلاقيهم شوي مش تريكت مثل الفرنسي مش زي الفرنسي. أيوة احنا نفس الشيء في الكونسبت اللي احنا قاعدين نسويها، خلاص هذا الإيمج تبعك يعني كاريزما مفروض يكون البرايم تارجت مالك إنه مثلا بنات بين 15 و30 سنة كوزماتيكس وبرفيومز وكذا، خلاص هذا هو التارجت مالك ونلتزم فيه. اوكي ما تجيب مثلا اشياء لباربي ولا اشياء يعني اطفال ولا اشياء مثلا الاكبر عمر يعني إيه مثلا خلص هذا بعدين اوكي اذا جهد الزمان ماشي الحال يعني بيستفيد، لكن انت لمين قاعد توجه رسالتك؟ هذا المهم. مسافر كانت تجربه جدا ناجحه للاسف، لكن انطلقنا في الاماكن يعني اكثرها كان دول الحصار فاليوم تاثر كثير شغلنا هناك. وفتحنا محل في أمريكا، هذا المحل في أمريكا ساعدنا كثير خاصة في موضوع الإي كوميرس أو البيع الإلكتروني. اليوم يعني إحنا أصلا دخلنا سوق أمريكا عشان الموضوع هذا، شايفين إحنا أن الدنيا قالت تتجه للاتجاه هذا. فمن حوالي 5 سنوات قررنا نفتح في أمريكا وندخل في مجال الإي كوميرس في أمريكا لأن هناك كانوا أقوى ناس في الموضوع. اليوم الصين ممكن صارت أقوى منهم، لكن بالإي كوميرس كان الأمريكان أقوى ناس وتعلمنا من السوق الأمريكي كيف نتعامل مع التجارة الإلكترونية، ومن هذا التجربة أسسنا في شركتنا من حوالي 3 سنوات قسم أو تيم كامل للديجيتال ترانسفورميشن. وكنا متوقعين وحاطين بلان إن يعني تقريبا نص محلاتنا حتسكر وحتستبدل بمواقع إلكترونية للبيع ويكون هذا الموضوع خلال 6-7 سنوات الجاي. لكن أزمة الكورونا هاي اللي احنا فيها سرعت الموضوع هذا بكثير، سرعته كثير. فاللي كان حياخذ 6-7 سنوات اليوم حياخذ بس 3 سنوات معنا. اليوم بدينا يعني في اشياء كنا مستنيين نسويها مثلا اخر السنة هاي او السنة الجاي استعجلنا فيها بسرعة، يعني بما انه في عندنا كثير من محلاتنا مسكرة وكثير من مكاتبنا مش ما حد قاعد يشتغل فيها، ما في شغل كثير يعني، فعدنا ترتيب اوراقنا وتدريب
الكوادر اللي عندنا. يعني عندنا قسم التريننج ديبارتمنت غير المنهج تاع كامل. اوكي وصار يدرب الموظفين على كيف يدخلوا معلومات عشان المواقع تبعتنا والتصوير والديسكريبشن للايتم وكل الاشياء هاي. طبعا علم جديد, علم كامل, علم جديد و it's not easy at all. يعني لا. يمكن الناس لما بنقول احنا اي كوميرس الناس بتفكر انه خلص انا عم بطلب البرودكت من الاونلاين, بس هذا محتاج ستاف ومحتاج يعني زي ما حضرتك حكيت ديسيبلين ومصداقية ومخازن, والاوردر لما يطلع وتكونوا ملتزمين مثلا بامتى توصيله, شحنه اذا صارت في ظروف او خراب بالمنتج اذا وصل, فهي مش عملية سهلة. حتى وصف السلعة الكلمات اللي تستعمليها في الوصف نفسها مهمة جدا, لأن الناس تسوي سيرش على exactly. يعني إيه, فلما تسوي سيرش لازم الكلمات اللي انت حطيها تكون هي تطلع في الأول. فهذا كله يعني بالإنجليزي وعربي كمان يعني اثنين. فكان عندنا موقعين جاهزين, عندنا كان موقع أو ثلاثة, يعني عندنا موقع نسبسو تبع القهوة كان من أول جاهز وشغال الحمد لله, أسعفنا جدا في هالظروف. كان عندنا موقع التويز فور مي اللي هو مال الألعاب, محل الألعاب عندنا. صراحة اليوم صار يبيع أكثر كثير من المحل. التويز فور مي بناتي أنا مستلميني عليه على الأونلاين. إيه ما شاء الله كويس. وبعدين عندنا كان بعدين عندنا بالجملة اللي هو المواد الاستهلاكية والأكل والأشياء مثل هيك. كنا يعني حنبدأ برمضان, استعجلنا شوي نتيجة قبل شهر لكن كل يوم قاعد نطور عليه. الحمد لله ناجح جدا معنا اليوم, يعني نشوف نتائج صراحة مشجعة. نعم. تحويل السيلزمان من أنه يبيع مباشر للجمهور وأنه يتعاطى مع الإي كوميرس على الأونلاين, قديش العملية كانت سهلة أو صعبة عليكم أنتو كمستثمرين وإعادة تدريبهم وتأهيلهم لهيك مرحلة؟ والله صعبة شوي, لأن إحنا اليوم مثلا قاعدين نفتح في بعض المواقع شباك للشات, يعني أول ما يدخل حد على الموقع حد يتكلم معاه يقول له مثلا أهلا وسهلا كيف ممكن أساعدك إيش الأشياء. طبعا البياعين الشاطرين من أول صعب عليهم يغيروا, لأنه كان عندهم يعتمد على البادي لانجويج, يعتمد على الإقناع وكذا. لكن يعني صراحة يعني قسم التدريب والإتش آر عندنا كان جاهز كأنه لهالموضوع, واختار بعض الكوادر اللي ممكن بسرعة تتعلم وتصير يعني تغير طريقة تفكيرها وتعاملها تماما مع الموضوع. فالواحد إذا ما كان مثلا بطبع بسرعة أو ما كان عارف الكامل البضائع الموجودة في كل السايت طبعاً. لأن عادة مثلا تلاقي مثلا بياع عطور بس في العطور مثلا كوزمتكس لكوزمتكس exactly. هلا هو الحالة يعرف كل شيء, بيضطر يعرف كل شيء. والله ايه. مش شغلة سهلة أبدا ويقترح ويعرف من الزبون من طريقة السيرش وين إيش قاعد يشوف, يعرف إيش يقترح عليه. واحيانا كمان يبعث له سامبلز, يبعث له كذا مع الطلبيته. يعني في كثير علم مر على الموضوع كبير. يعني فعلا اكيد طبعا علم كبير. وماليا كيف بتقدر, يعني هلا لما بتكون مجموعه شركات وكل شيء تحت السيطره المباشره مختلف تماما اعتقد كمان ماليا لما بده يعني بتدخل فيها كثير من صح. التكاليف والكوست والانكم تبعها كمان لما بده صح. يرجع كمان مش زي المباشر. هو الناس تفكر دائما ان الاونلاين ارخص واسهل من الاوفلاين, which is not لان تقريبا تكلفه السايت انا اقول حق دائما حق الشباب اللي يبدوا بزنس جديد وكذا, يقول تكلفه السايت والاونلاين شوب مالك حيكون تقريبا تكلفه تجهيز محل كامل. That's right. طبعا طبعا في ناس بتستهين فيها كتير صح. بس هي لا صح. لكن هي الحلو فيها ان كل شيء موثق عندك, كل شيء سهل, يبين عندك التاريخ كل زبون وايش شرى وايش كذا. يعني في معلومات تاخذيها اكثر من معلومات اللي زبون تحصل عليها من زبون في المحلات. ففي ادفانتج وديس ادفانتج, يعني انه كمان مهما كان حتى اللقاء الشخصي مع الزبون يكون مجدي واحلى لما تعامل البشر مع البشر. يعني افتكيف اما من خلال آلة او من خلال كمبيوتر كذا في عائق. يعني
طبعا إيه؟ بس برضو يعني مستر أشرف هلا اللي your own clients و customers اللي على مدار سنين متعودين عليكم الإيكوميرس بيفتح لك مجال لكاستمرز من all over the world. صح. فأنت بتتعامل مع جنسيات مختلفة ونفسيات مختلفة وأوضاع مالية أيضا مختلفة طبعا. فهذا دخول أسواق جديدة بالكامل صحيح. عليك صحيح. مش مسألة سهلة أعتقد. صحيح. أنا الحمد لله تجربتنا في مسافر في أمريكا في نيويورك ساعدتنا كثير في موضوع في الموضوع هذا يعني كيف التعامل مع الزبائن في كل مكان في أمريكا وفي العالم يعني وهذول متعودين على very high level of service متعودين على delivery سريع متعودين على packaging معين هذا كله موجود طبعا إحنا ما حنستغنى عن المحلات ولا حيكون في غنى عن المحلات يعني اللي يقول لك إنه والله الإيكوميرس بياخذ مكان المولات والمحلات لا كامل لا مستحيل الناس الناس للحين تحب الناس طبعا يعني طبعا يعني وزبونك بده يحب يضل يجيك دايركت ويشوف القطعه في صح. ايده دايركت ويقلبها ويختارها اي طبعا ولكن في جيل طبعا كمان متعود كتير اكثر على الكمبيوتر بالنسبه لوزاره المحل هي بس انه يتاكد ان هاي السلعه مثل ما هو حاببها او المقاس او الريحه او تبع فالواحد لازم يغير تماما فكرته يعني كان اول مثلا عندنا احنا الناس تيجي على المحلات اتذكر في كان دراسه مسوينها مع واحده من الشركات سرعه خدمه الزبون من ساعه ما يدخل لغايه ما يطلع انه خلال 6 دقائق يكون شرى اللي وطلع عرفت كيف حتى الكاشير كيف يتناول الكيس ويعبي الاغراض وكيف ياخذ الكريدت كارد من نفس اليد اللي ويحط فيها يعني كان بالثواني كان يحسبوها اليوم صار العكس اليوم صار انه كم تقدر تخلي الزبون في محلك يعني خلي الموجود موجود الناس تحب تشوف الناس ان اليوم جايك مش عشان يبي يشتري ويروح لا جايك عشان يبي اكسبيرينس صح اوكي يعني بروفايد ويذ اكسبيرينس فالمحلات حتى الديكور ما حد حيتغير يعني يعني وهذا يعني هذا كله كان حيصير بس بعد فتره اليوم الازمه اللي احنا فيها سرعت الموضوع هذا فاليوم اللي يسموه الاومني شانل اللي هو الربط بين الاونلاين والاوفلاين اكسبيرينس هذا حيكون شيء يعني مهم لكل الناس اللي يشتغلوا في قطاع التجزئه ان ينتبهوا على الموضوع هذا الناس لما تيجي على محلك مش جاي بس تاخذ اغراض وتروح جاي تاخذ سيرفيس عالي جاي تاخذ تقعد تستانس تشرب تاكل يعني انترتينمنت تجوز بدهم يتدلعوا الزبون اللي جاي looking for an experience طبعا بعلم البزنس ورجال الأعمال دائما يمكن لما بنكون إحنا from generation والتسارع التكنولوجي اللي عم بيصير هلا بيخلي يعني لما بكل واحد بيقوله من يعني أحيانا بيعتبروا مثلا الناس من عمرنا أنهم مدرسة قديمة مقابل مدارس جديدة هلا في علم البزنس عم تطلع كأشرف أبو عيسى كيف يكوب مع كل هالتغيرات وهالديمانس اللي بتطرق على الأسواق إنه تقدر أنت تضلك مواكب أول في أول لكل شيء جديد بيستجد وأنت أكيد بالبعد أي صاحب عمل هو اللي بيتعلم عشان يكون عارف إنه أي حد عم بيشتغل معه عم بيأدي المهمة as it should be done فأدي الموضوع هذا بالنسبة إليك هل هو شيق أم شاق كمان ما شاء الله عليك سؤال ممتاز ترى لازم انبهكم انا واختي رولا والله ما اتفقنا على اي لا سؤال لا صدقا ولا ما شاء الله عليها يعني اسئله تصميم هذا موضوع جدا مهم بالنسبه لي يعني ان اليوم التغير اللي صاير على الاسواق وعن عن النمط التسوق عند عند الزباين هو دائما يتطور ويتغير لكن السرعه اللي احنا مرينا فيها بالعشر سنين اللي فاتت سرعة فائقة جدا فأنا طبعا لاحظنا هالشغلة هاي فصرت شخصيا سألتيني عني أنا كأشرف كأشرف كنت صرت نفسي أول شيء اختلط مع الناس الأصغر مني بكثير يعني أقعد معهم دائما وأشوف شو كيف يتصرفوا كيف وإيش يحبوا وإيش الترندز وإيش اللي يتكلموا فيه وإيش كذا حتى مع أولادي عرفت كيف دائما حديثنا عن ايش يحبوا ايش يشتروا اخر شيء ايش يشوفوا حتى الموسيقى اللي يسمعوها الافلام اللي يشوفوها لان هذا كله ياثر على تفكيرهم بعدين انخرطت كثير مع حواضن الاعمال هنا في قطر ما شاء الله عندنا كثير حواضن اعمال فكنت دائما احضر الديمونستريشن تبع الشركات المبتدئه الشركات الصغيره يعني افيد واستفيد يعني انا افيدهم بخبرتي وايش الاشياء لازم يركزوا عليها والديسيبلينز لازم يتبعوها وبنفس الوقت انا استفيد شلون هم ينظروا للامور
ايش الاشياء اللي قاعدين يفكروا فيها فالحمد لله هذا الموضوع ساعدني كثير وللحين مستمر في هالموضوع. كمان الواحد يعني انا اللي يشتغلوا معي القراب يعني كاسيستنس في الشركه دائما اتعمد يكونوا اقل من 30 سنه تقريبا اعمارهم. اوكي ما يعني الكبار اللي عندي دائما اللي حتى كانوا معي من اول خلاص كل واحد يروح لقسم ثاني لمكان ثاني وتم عندي دائما اللي حوالي التيم مالي يكون صغير. لأن بحيث يضلهم انت من خلالهم عارف ايش الابديت. اول شيء ايه والله بصراحه كرجل اعمال يعني تعترف بهيك ظاهره جدا شغله ايجابيه عن جد. مش بس يعني مش بس وكمان نيو بلاد دائما تبي الناس تيجي بافكار جديده تبي كذا وانا نفسي بعدين الشخص هو معك 30 سنه هو يمل منك وانت تمل منه. صحيح اتس ترو. فيجي معك ياخذ من خبرتك يتعلم منك بعدين يروح على قسم ثاني يعني فعندنا احنا في شركه عندنا شيء اسمه تالنت مانجمنت ديبارتمنت اداره المواهب. فاحنا كل سنه نسوي اسسمنت يعني لحوالي 40 لكل الموظفين ونختار منهم دائما بين 30 ل 40 شخص نحطهم على فاست تراك على 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 نظام نمو سريع. فمثلا تلاقي مثلا واحد شاطر في شغلات معينه مش شاطر فنحاول نعطيه سكيلز او ندربه او نبعث دورات او كذا يعني تحاول تطور من الاشياء اللي هو مفتقدها. مثلا احيانا يكون بس يعني موضوع بس موضوع لغه مثلا كيف تلاقي مثلا انجليزي مثلا تكلم شاطر وعنده كل المواهب المطلوبه لكن مثلا لغته الانجليزيه مش قويه مثلا ممكن تكون بهالبساطه وبس تعلم انجليزي ينطلق الشخص. كيف او ممكن تكون مثلا قدراته على قراءه الارقام والقوائم الماليه مش قويه ندربه على الموضوع. فعندنا من شيء مثلا بهالبساطه ولا ناس في ناس ودناهم على هارفرد مثلا درسوا هناك ما شاء الله حساب شركه اتش اس سي هون في قطر على الماستر دائما عندنا ناس في البايب لاين داخلين فيها فيعني على كل المجالات وحاول نجيب الاداره لتدير الشركه من داخل الشركه. نحاول ما نجيب ناس من برا بالباراشوت الا اذا اضطرينا يعني. نعم عرفت كيف؟ انت اذا ما شاء الله عليك وعلى مجموعتكم عم تستثمر في العاملين معك واحيانا رجل الاعمال يقال بانه دائما راس المال جبان والانسان دائما يسعى اذا كان رجل اعمال ان يستثمر اكثر يمكن في الجنريشن الثالث من عيلته. لكن الاستثمار في الموظف العامل في احيانا خوف وريسك. قد ايه مدى انه الموظف يستطيع تقدير ويعطي ابريشيشن عالي لهذا الانفستمنت اللي انت عم تعمله فيه وعم ترفعه يمكن يكون من موظف وبعدين يصل معك لدرجه انه يوصل لمدير. قد ايه بتضمن استثماراتك في الافراد؟ واعذرني على السؤال. طبعا الافراد مش يعني ما تقدر تضمنيهم لانه كل واحد عنده اعتباراته عنده ناس حواليه اهله وعائلته ظروفه. نعم. العائليه وللاسف يعني اكثر اللي بيشتغلوا معنا اليوم مش من قطر يعني اكثرهم وافدين عرفت كيف؟ لان يعني فهو عنده ظرف في بلاده كمان عرفت كيف؟ يعني وعايش عامه بعيد عن عائلته عرفت كيف؟ في اشياء ما تضمني في اشياء خارج عن ارادتك وما تقدر تصلحيها يعني اليوم مثلا. نعم. واحد يحتاج يكون مع اهله مثلا ابوه كبر ولا والدته كبرت. نعم. يكون معاهم. نعم. ف يكون مثلا تحاول ان يعني في اشياء خارج عن ارادتك لكن مثلا انا الناس اللي اوديهم على مثلا على هارفرد ولا على اتش اس اي ولا على اي مكان ما اوقعهم على التزام. هذا اللي كنت بدي اسالك اياه ما بتوقع. لا انا احس ان الشخص اللي حيشتغل انا معك غصبا عنه حيخرب عليك اكثر ما اكثر ما عشان ورقه هو عشان ورقه هو موقعها مثلا من السابق خوفا او التزاما بعقد بينك وبينه او شيء حيخرب عليك شغلك والاتموسفير اللي انت عايش فيه. عرفت كيف؟ فاللي مش عاجبه ومش حابب يعني هذا مع السلامه يعني اكيد الا واحد ياخذ مثلا ريسك معين في الموضوع هذا. لكن اقول لك صراحه كل اللي راحوا خاصه الدراسات العليا عندنا يمكن حوالي الحين يعني يمكن حوالي 20 شخص. اوكي ما شاء الله ولا واحد ترك الشركه ولا واحد. يعني انا اعتقد انه بيكون مش من المنصف له اذا ترك بعد. صح. هذا الاستثمار. صح. لانه انت قادر تستثمر في غيره كثير لكن هو بيكون للشخص اللي تم الانفستمنت فيه. صح. هو مكسب بالنسبه يعني له يعني. صح. ولين يعني تعرف هو ايه يحس انه والله وانا طبعا انت تختارهم كمان تختارهم من الكوادر اللي تحس فيهم. طبعا طبعا
لا الحمد لله يعني من النواحي هاي يعني تجربة ناجحة جدا، ومن الأشياء اللي فعلا ساعدت الشركة. تعرف اليوم الظرف اللي احنا فيه، احنا ظرف الكورونا هو يبين الكلتشر تبع الشركة كامل. يعني اليوم دي كام مرة سألوني في مؤتمر في بريطانيا، انه سألوا، كان في بانل يعني سألوا ايش اللي كيف تعرف انه عندك الكلتشر الصحيح في الشركة. فكان جوابي هنا واللي بسطوا عليهم كثير، كان انه تعرف الكلتشر مالك في الأزمات. كيف الناس تتصرف صح، وكيف العجلة تدور والأمور تمشي بانسيابية، هذا هو الكلتشر اللي المطلوب. هل تعلقهم في الشركة، تعلقهم فيك، كذا مهم جدا. فالأزمات تبين. فالحمد لله في أزمة مثل هاي تلاقي اليوم مثلا عندنا مدير يعني مدير صار له يمكن 20 سنة، نعم، اليوم ممكن يشتغل عامل توصيل ما عنده مشكلة، ما عنده مشكلة خلاص، حتى يتبرع ولا أكيد أشوف. أنا اليوم عملي المكتبي اللي كان يأخذني مني مثلا 8 ساعات في اليوم قاعد يأخذ مني 4. أوكي صح. خليني ال4 ساعات تاني استغلني في شغلة معينة، احكي لي ايش اسوي ممكن اسوي. والله كلهم يعني ما شاء الله عليهم. وطبعا لما يشوفوا الموظفين الصغار، لما يشوفوا الكبار بهالطريقه كلهم طبعا، هذا هو الكلتشر. صح. معلش انا كل شوي بدي اقاطعك، لانه عامر هنانده بيقول اجمل ما في مجموعه ابو عيسى انها متنوعه وشامله في جميع القطاعات، ويتمنى ان تحذو جميع الشركات حذوها وان لا تقتصر على استثمار واحد. فهو مثلا محامي لمجموعه شركات قابضه تتخصص في قطاع السياحة والطيران والفنادق، وبسبب جائحة كورونا جميعها توقفت، لذلك مجموعة أبو عيسى مميزة، تنوعت في قطاعاتها ولم تحصر نفسها بقطاع معين، وبالتالي بمرور أو وقوع أزمات غير متوقعة ما شاء الله هاي نوعية من الاستثمارات تستطيع أن تستمر وأن تبقى. صحيح، هذا كلام جيد، لأن هاي من الأشياء الصراحة مش من شطارتنا، من هاي ورثناها من الوالد. نعم. كان دائما يقول خلي السلع الرفاهية والاستهلاكية في توازن بينهم. نعم. يعني تقريبا 50-50% من شغلك. يعني اليوم مثلا لما الأمور تطلع والشغل زين وكل شيء الحمد لله، اقتصاد قوي وكل شيء، تلاقي مثلا الناس تشتري ساعات غالية، تشتري شنط غالية، تشتري صح. بس بظروف اللي احنا مر فيها اليوم، اخر هم اليوم الساعة والشنطة وكذا، هم الاكل والشرب والمواد الاستهلاكية والاساسيات، فدائما شيء يحمل شيء. فمثلا من الاشياء اللي لاحظناها في الازمة هاي، ان الناس كانت تهتم كثير في امور البيت. يعني الناس كانوا عايشين في بيوتهم كأنهم مش عايشين. صح. اوكي، فاليوم تقول لك مثلا عندنا محلات اثاث، فتقول عندنا محل إيثان ألن في البيرل، وعندنا إنزا في فعندنا أمريكي، صناعة أمريكية، وعندنا صناعة تركية، فيغطي شريحة كبيرة من الناس، شريحة كبيرة من القصد. الطلب على الأسرة، الطلب على الكراسي المريحة، الطلب على الفرشات. صح. الشراشف واللحف عندنا في البلو صالون، المناشف، الأشياء هاي استغربت أن الناس يعني كانها ما عندها في بيوتها. ما كنا نفقد، كنا كتير مشغولين انه ننتبه انه ناقصنا هاي الاشياء. حتى انا اليوم غيرت سرير عندي غيرته. فيعني فعلا الناس صارت تهتم بالامور هاي، حتى ادوات الشرب، الاكل، الصحون، صارت كانها كانت تاكل في البيت اكثر. صارت تهتم يعني اللي كانت تشوف المطاعم والتنظيم والشكل الحلو في المطعم، اللي انتبهها اليوم في بيتها. صح. فصار يعني سبحان الله الاشياء اللي صار عليها اقبال بعد الكورونا فاجأتنا. إن شاء الله إنها تضل المفاجآت الإيجابية إحنا من نقول. أيضا عنا فريال كسواني بتسلم عليك. شادي أبو عبس بقول شكرا لاستضافتكم لرجل الأعمال السيد أشرف أبو عيسى، شخصية ناجحة وذو رؤية واسعة في التطوير. محمد علي الجليدي بقول لك حسب رأيك كيف رح يكون عالم المال والأعمال بعد كوفيد 19؟ استعجلني محمد. لا سؤال جيد. طبعا العالم حيتغير شوي. طبعا انت لازم تشوف العالم الأعمال يعتمد على سلوكيات المستهلك. نعم. اوكي، المستهلك اليوم اللي كان عايش يوم بيوم ويصرف كل يوم وكذا حيبطل يصرف كل يوم. صار اليوم الادخار صار من الأولويات، والاستثمار الذكي الأشياء اللي مش خطيرة كثير، يعني مثلا زي
الأسهم اللي يعني من الشركات الكبيرة اللي مثلا ما تغير بتغير الظروف كثير، أو مثلا في الذهب أو في أراضي في العقار في كذا، الأشياء اللي شوي مضمونة أكثر. نعم. وادخار الكاش كمان، الكاش اليوم بين إنه مثل ما يقول الكاش is the king اليوم صح. اليوم أثبت صح يعني كل شيء نزل، فهيكون المبلغ اللي كان راسه الشخص الشهري للصرف والرفاهية حيقل. اوكي. فانت لازم تتعامل مع الظرف هذا. الشركات اللي كانت تبيع اشياء يعني الشركات اللي تبيع السلع الترفيهيه تعتبر اللكجري براندز لازم تعيد النظر في اسعارها في تسعيراتها، لازم تعيد النظر في طريقه استعمال الاشياء، صار الاشياء لازم تكون عمليه اكثر. الناس صارت حتهتم بصحتها اكثر، حتهتم في نومها وشربها كمان حتى المناعة تبعتها والأشياء رفاهية الجسم والإنسان نفسه الفيتامينات والسبلمنتس والشمس والبروتكشن والأشياء كلها، الناس صارت تنتبه لها أكثر. فحيصير في تغيير كبير في طريقة تفكير الناس. يعني أنا أعتقد حتى الفلو العادي حينزل للمستقبل، يعني صارت الناس تعرف كيف ينتقل المرض. يعني في ناس ما كانت تنتبه. صحيح. يعني الناس اللي ما تمسك مسكات الابواب، يعني صرنا اثارت الناس تخاف، الناس بس مش عارف إيه. يعني كل الاشياء هي كانت الفلوس نفسها، كانت تاخذ الفلوس وتحطها بجيبها وتاكل وتحط ايدها يعني صحيح. اليوم هالاشياء ما حتصير. فكرك بعد كوفيد رح نضلنا هيك؟ ايه حنضلنا هيك حصير. لا انا خلص ان شهر شهرين ثلاثه خلص. عرفت كمان دخلنا يعني هلا بعد رمضان خلص رح صار في اورنس عالمي هالموضوع يعني صح. فالكل الصغار الكبار كل لازم يعرف ايش اللي عليه ولا له، يعني فحيتغير كثير نمط الاستهلاك وراح ياثر عليكم انتم كرجال اعمال وكاقتصاديين. طبعا لازم الواحد يغير ينوع. مثلا احنا كان عندنا قطاع، يعني كان عندنا شركه صغيره في الفارماسيوتيكلز والمواد الطبيه وكذا. نعم. اليوم حنطورها يعني بشكل كبير. كان عندنا فكرة نسوي محل سبليمنتس للفيتامينات وكذا. كنا شوي مترددين فيه، هلا صار اتس ماست لازم. يعني وكنا عاملين دراسة جاهزة يعني، فان شاء الله حنبدأ فيها على طول. ففي اشياء كثير حتغير، وفي اشياء مثلا زي مثلا يعني كل ما صارت الشغلة، يعني اليوم المواد الرفاهية يعني نزلت تقريبا في العالم، يعني اللكجري براندز نزلت من او متوقع لها لاخر السنه تنزل من 35 ل 50%. واو. ايه يعني والله كثير. ايه والله. يعني من امس كنت اقرا تقرير بهالموضوع. 35 عندك 80% من الديبارتمنت ستورز المحلات الكبيره زي صالون الازرق في العالم مسكره اليوم 80%. اذا استمر الوضع لغايه اوغست شهر 8 نص هاي الشركات حتسكر خلاص. الله لا يقول. إيه. وفي منها اليوم يعني امبارح أول امبارح أعلنت مثلا واحدة جروب هاي نيمان ماركس وبورد اوف جودمان، هذول في أمريكا بديبارتمنت ستور كبير طبعًا. انتشر في كل أمريكا. أعلنوا شابتر 11 أعلنوا إفلاسهم. وبدت يعني بدت تطلع على إنه آخر شيء، حتى لو في مساعدات دول مش هتساعد الشركات اللي تبيع الأشياء اللكجري أو الرفاهية. هتساعد مثلا إذا هتساعد الناس اللي يعمل يعني مثلا يبيعوا المأكولات، المزارعين، الأشياء الأساسية للحياة يعني. فلازم ننتبه احنا كرجال أعمال، لازم ننتبه للموضوع هذا ونحطه بعين الاعتبار، يعني ايش حيصير، يعني وين توجهها، كيف حتغير شغلك. وكل ما كنت اسرع في التجاوب لهذا التغيير كل ما كان افضل لك. اللي حيستنى ويشوف شو حيصير ومش عارف ايش، اللي حيخاف يمكن، يعني ناس ناس كثير هلا داعسه بريك خايفه انه بريك وقاعده في البيت. لا اليوم مش قاعده في البيت، اليوم لازم تقعد تعمل برين ستورمينج، يعني تعاصف افكار انت والتيم اللي عندك، ايش حنسوي بعدين، ايش لازم. بالعكس هي وقت شغل. يعني لازم في الأزمات يجهز للأوقات اللي جاية الكويسة، يعني يعني الأوقات الجميلة. وفي الأوقات الجميلة يجهز الأزمات دائما. يعني ما تأخذ شيء إنه حيستمر. جميل. إذن في الأوقات الجيدة نستعد للأزمات. هل فعلا مجموعة أبو عيسى كانت مستعدة لهيك أزمة؟ يعني دائما إحنا عنا دائما
ما اقدر اقول مستعدين للازمه مثل كورونا لا بس لنزول السوق دائما مستعدين دائما مستعدين فما بتخاف من الابس والداونز تاعت السوق هذا نزول اكثر من اكثر من المتوقع يعني انه يقول لك تعال سكر محلاتك اللي في المولات وسكر يعني مخازنك وسكر كذا ويفرض عليك مثلا منطقه زي المنطقه الصناعيه عندنا هناك حوالي 400 عامل شغالين في 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 مجالات معينه محجوزين هناك هاي اشياء ما تقدر تجهز لها يعني صح. اوكي بس يعني نوعا ما مجهزين لان السوق دائما يطلع وينزل دائما اوكي وما بيهزك يعني ما بتخاف من السوق اذا طلع او نزل قديش درجه لا. الخوف عندك لا لا نزول طلوع عادي اللي صار خلال ال 50 سنه اللي فاتت لا هذا ما يخوفنا بس اللي يخوفنا انه هاي الازمه مثل هاي تستمر او تتاخر كثير يعني تقدر انا مثلا طول السنه مثلا ساعتها ما حد يقدر يستحمل يعني كثير صعبه طبعا اكيد ايضا السيد موسى رمضان بيقول كثير فكره حلوه وبرحب فيك جدا ويتحدث عن خبرتك وانه اكيد كثير ناس هلا عم بتستفيد من المعلومات اللي عم تسمعها منك ايضا يعني حكينا عن الاي كوميرس وفي موقع بالجمله الحقيقه انا ما كنتش اعرف انه لكم حتى اكون صادقه شفته ونزلت الاب تبعه وعملت شوبينج من خلاله وحكيت عن المستمعين في إذاعة حبايب اف ام عنه واجاني كمان كتير استفسارات عليه وطبعا انا تبرعت لاني مجربته فقدرت اعطي شوية اجابات وسعيدة جدا انه عرفت انه لكم ويمكن هذا كان الموضوع اللي اتاح لي انه نلتقيك ونرحب فيك حابة اعرف اكثر عنه خاصة انه هو موقع اسمه بالجملة فبالتالي الناس كتير سألتني رولا يعني هي البضاعة كلها بسعر الجملة فمور ديتيلز من طرفك بليز أول شيء بالنسبة للاسم أنا دائما أحب أسمي الأسامي العربية قد ما أقدر يعني عرفت كيف يعني مثلا اسم مسافر اسم حتى الصالون الأزرق بالجملة بكذا يعني أحاول أن نستعمل أسامي عربية وخاصة إذا كان عندنا يوم من الأيام نية أن ننطلق في خارج المنطقة العربية يعني لأن دائما إحنا زي ما نقول استهلاكيين أكثر ما أن مصنعين أو 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 يعني مخترعين فبالجملة والفكرة جت إنه إحنا عندنا كثير مواد استهلاكية وغذائية وما كنت بدي أنا ما عندي محل سوبر ماركت ما عندي شيء أنا عندي بس شركة توزيع والفكرة أن أنا ما بدخل في أشياء وأنافس زبايني اللي هم سوبر ماركتات والهايبر ماركت الكبار وكذا ما حدخل في منافسة معهم لأنه دول زبايني أصلا لكن اللي حاب يشتري مني بكميات كبيرة أوكي يعني كميات يعني صندوق أو علبة أو شيء وبياخذ سعر الجملة يعني اللي أنا أبيعه لهذول المحلات أنه ماخذ كمية اللي مطلوبة على أساس يستحق السعر اللي أو سعر الجملة اللي هو يأخذ فيه وتكون سهلة كمان حتى عنا للتناول إنه ما نفتح كراتين نطلع منها قطع صغيرة وكذا لا يأخذ الباكج كامل وكمان هو موجه حتى للمحلات الصغيرة محلات البقالة الصغيرة المطاعم الصغيرة اللي كذا يصير يطلب عن طريق الأونلاين يساعدون يساعدون بظل الظروف الراهنه تحديدا كل شيء الترانزاكشن كامله على الـ على الـ على الاونلاين دفع وكل شيء يكون على الاونلاين طبعا دفع الناس لحين مش كثير برافقه في موضوع الكريدت كارد والكذا فلحين في موضوع الكاش اون ديليفري ماشي لكن الغريب ان لقيت في موضوع هذا في موضوع اجتماعي جدا حلو ومهم فالموضوع ان الناس صارت تشارك في الشغله هاي يعني مثلا تلاقي الناس في الشغل في مكتب يطلبوا كرتونه من مثلا شوكولاته معينه او من حتى صوص ولا مايونيز ولا باستا ولا شيء وذي شارت بتبين لنا ياخذوا سعر زين يوصلهم لمكتبهم صح عرفت كيف وحتى شفنا بين الجيران صار والله صح ما كانت الاشياء هي وارده عنا يعني ما كنا نفكر فيها لا ليش كان بده الواحد يفكر فيها لانه هو بيروح يتناول شغلته وبرجع فمش حيفكر فصار يشاركوا فيها الجيران وكذا طبعا عائلات احنا كنا متوقعين انه مثلا تعرف انه في قطر العائلات تعيش مع بعض وكذا في بيوت متقاربه بالمساحات عامه يعني فيوزعوا على يطلبوا كميه ويوزعوها وفي احيانا بيت واحد يعني الكميات احيانا مش كثير عاليه يعني احنا نحاول قد ما نقدر انا اللي اخذته مثلا كان نف للبيت يعني بالضبط ممكن يكون كافي صح
واحيانا حتى نحط اشياء احنا بس للسامبلينج عشان الناس تجرب بس يعني ان نجرب نحط مثلا 4-5 قطع مع بعض بس متنوعه عشان الناس تجربها عشان لما تروح السوق ما تشتريها يعني في منه اكثر من وصلنا حين اليوم بدينا موضوع السامبلينج ان اللي زمان اللي مترددين عنا كثير صرنا نحط لهم صرنا نعرف ايش النمط الاستهلاكي اللي مالهم ونحط لهم سامبلز يجربوا من اشياء ثانيه موجوده اوكي إيه؟ اذا انتم كمان عم بتفيدوا اذا زباينكم بهذا السامبلينج لانه انا اذا جربتها من عندك وكنت عم بلف اوريدي في واحد من المولز او السوبر ماركتس عجبتني راح اتناولها خلص 100% يعني صح. فاذا انت عم تعطي كمان يعني خدمه فور يور كلاينتس في هالموقع من الاشياء اللي لفتت نظري فيه ميد ان قطر ايوه والله شيء مهم كنت ضحك فعلا ضحك من النقاط اللي كاتبها ذاك تكلم عنها اليوم تعرف الدول بينت على حقيقتها يعني اليوم ما بنتكلم عن دول يعني دول المنطقة يعني شوي أحسن من غيرهم بس لكن في أوروبا وأمريكا تلاقي يعني صار الشعار اللهم نفسي كل واحد بس مهتم باللي عنده كل واحد صار يعني حتى صار في قرصنة بضائع إذا سمعت يعني بعض الشحنات تنزل في بعض الموانئ تلاقي البلد اللي فيها المينا اللي ترانزيت هذا أخذت البضاعة وصدرتها وما عليهم بظرف حرب وظرف يعني ظرف يعني فورس ماجور مثل ما يسموه أنا يعني خلاص يحل لي أسوي اللي تبي فصار في يعني زرعت أكثر موضوع الوطنية عند الشعوب عامة نعم أوكي وهذا اللي نادي فيه أنا اليوم في قطر اليوم في قطر إحنا مفروض اليوم معني أنا مش في الصناعة لكن أقول إنه لازم اليوم نحن ندعم كل المصانع القطرية قد ما نقدر كمستهلكين. Yeah. أوكي اليوم إذا في شيء صناعة قطر وشيء مشابه له من برا لا تعال القطري وإذا عندك أي تعليق أو أي شيء كلم الشركة لأن أكثر هني المصنعين أكثر معرفهم وكلهم ناس راقيين ومتقبلين لأي انتقاد. No. وحابين يطوروا. فاليوم يعني أول شيء الولاء الوطني. كبر بزيد الأزمات مثل هيك لأن يعني سبحان الله في الحروب والأزمات مثل هاي يزيد الشعور الوطني يعني عند الإنسان خلينا هذا الشعور الوطني نترجمه إحنا لدعم أكبر للشركات سواء خدمات أو صناعات الصغيرة إذا كانت قطرية أهلا وسهلا إذا كانت عربية كمان أهلا وسهلا يعني يحاول واحد قلنا يقدر يساعد الأقرب عنه يعني الأقرب عليه أفتكر فهاي يعني مهمة جدا صارت وحين يعني كل ما دخلنا في أزمة من الحصار لأزمة الكورونا كذا قالت يتضح لنا أكثر وأكثر إن كل ما كان عندك صناعات محلية كل ما كان وضعك أقوى وأصلب. نعم. من الأشياء كمان اللي حتغير يعني كمان الحين ذكرت في شغلة اللي هي الموضوع البيئة. إحنا كنا شوي مهملين يعني كرجال أعمال اليوم بعد ما شفنا توقف المصانع توقف السيارات الهواء صار أنظف. أوكي إحنا ما نلاحظ هني عندنا كتير بس شوف الدول الثانية اليوم صار حتى في قمم جبال ما كانوا يشوفوها أبداً اليوم صار يشوفوها من نقاوة الجو وكذا. فحصير كمان في ترند عالمي في الموضوع هذا يعني ان الناس صارت تنتبه اكثر على البيئه على الريسايكلينج على الاشياء الاورجانيك على كل الاشياء هاي حيصير توجه كبير على هالموضوع هذا تو ستاي جرين اذا من ضمن دعم المنتج الوطني تم اضافه صناعات من قطر على موقع بالجمله كيف بتتعاونوا مع المصنعين القطريين كونكم انتم جهه يعني انتم بتاخذوا البضاعه وانتم يعني هل بتكونوا انتم وكلاء لهم داخل قطر ولا كيف تتعاملوا مع الموضوع؟ لا احنا نكون احد منافذ البيع اللهم بدل ما يكون يعني في محل او في متجر يعني فيزيكال لا حيكون فيرتشوال يعني على موقع الكتروني بس يعني ونحاول ما نشد عليهم الاسعار ونحاول يعني نحاول ندعمهم بهالموضوع حتى لو كان ربحنا فيه قليل جدا او حتى احيانا يعني اقل من المطلوب او ممكن واحد يخسر فيه اذا وصلوا مثلا لمكان لكن يعني لازم نبدا في شيء يعني على الاقل الحمد لله اليوم يعني في الازمه هاي تلاقي اكثر المصنعين القطريين اشتغلوا فمش محتاجين اليوم بالذات مش محتاجين كثير دعمنا يعني اكثرهم كان لمهم يقول لك والله لا انا مشغول وعندي
توصيل لهنا وتوصيل لهون. عندي يعني الحمد لله يعني منتجاتي ماشي لان في توقف لبعض الواردات على البلد. لكن اتكلم على بعد الكورونا. انا بعد بعد الكورونا ايش حيصير؟ يعني لازم نهتم حتى لو كان في اختلاف شوي. اتكلموا وقولوا للمصنعين القطريين ايش المشاكلكم، ايش الاشياء تحبين تشوفوها، يعني اعطوهم فيدباك. وهم كلهم اعتقد انا من عرفتي فيهم اكثرهم يعني متخبرين جدا وحابين انه يسمعوا من الناس ايش يحبوا ايش يسووا، بدهم تفاعل اكثر مع مع المستهلك. صح، زي ما حضرتك تفضلت في بدايه الحديث، احنا يمكن قطر بعد الحصار وهلا بعد كورونا ستكون قطر يمكن مختلفه. صح. يمكن لانه احنا عندنا يعني ضربتين بالراس بوجعه يعني ولكن خلص اعتاد الشعب القطري والحكومه القطريه والقياده الحكيمه لسيدي امير البلاد المفدى على تجاوز هاي المحن والازمات. أشرف أبو عيسى من رجال الأعمال اللي حظيت أيضا بلقاء سيدي أمير البلاد المفدى في عدة مناسبات، أو في عدة مثلا يكون في عندكم معارض وأنتم مشاركين فيها كالصالون الأزرق. كيف رأيت شخصية هذا القائد الشاب عن قرب صدقا من غير ما الناس يقولوا أنه إحنا منجامل لأنه أمير البلاد؟ لا يعني الحلو في سيدي سمو الأمير دائما أنه متواجد دائما مع الناس، وتحسي أهم القصة اللي عنده leading by example زي ما يقول. دائما هو example للناس ما شاء الله. أي شيء يسوي في اليوم الرياضي تلاقيه مع الناس، في أي فعالية تلاقيه مع الناس. يعني اليوم الوطني الناس تحس إنه قريب منها كتير. بعدين تواضع الشيخ يعني صراحة يعني شيء احيانا يخجل الانسان امامه من كثر ما هو متواضع. نعم. وبعدين يعني الحلو فيه انه ذكي ولماح ويعطي لكل انسان حقه، يعني دائما في اي جلسه في اي مناسبه كل انسان حواليه يحس حاله انه هو مهم. اوكي. بالاي كونتاكت، بالبادي لانجويج، احيانا اذا تذكر الاسم يقول، حتى تذكر اسم العائله يقول. يعني جدا جدا يعني ممتع اللقاء معه دائما. ودبلوماسي طبعا، بس يعني مع اهل البلد دائما تحسي انه في يشيل الحواجز. يعني تحس انه حتى اول مره تشوفيه تحس انه تعرفيه من زمان. يعني صار ايدل هو لكثير من الشباب العرب. صحيح. مش بس الشباب القطريين الحقيقه ما شاء الله عليه. فهو التواضع مهم. بعدين العمل دؤوب، يعني الشيخ من يوم ما كان ولي عهد الشيخ تميم، واحنا نعرف انه من الفجر لغايه ساعات متاخره هو يعني يشتغل. نعم. يعني فهذا يعني نموذج ممتاز جدا حق يعني الشباب اليوم. نعم. لأن احنا اليوم نعاني شوي من موضوع الاتكالية وموضوع الكسل وكذا. فلما يشوفوا سمو الأمير نفسه قاعد يشتغل بهالمثابرة وهالجدية كلهم يعني حيتعلموا وحيمشوا هالمسار. فإن شاء الله بس هي مسألة وقت. إن شاء الله. يعني الحديث معك لا يمل مستر أشرف، بس هلأ بدي أطلعك من عالم البزنس واللقاء. وأشرف أبو عيسى يعني لك متابعين كثر على الإنستغرام ما شاء الله، وعندك فولورز كتير وناشط جدا على الإنستغرام. كيفك مع السوشيال ميديا وليش الإنستغرام مثلا أكثر يمكن من الفيس، وشو المتعة لقيتها في هذا الموضوع؟ والله كمان سؤال حلو. الناس كثير تسألني ليش أنت في السوشيال ميديا، ليش نشيط، ليش كذا، لأن أنت ما تحتاج. أنت إيش الرسالة تحاول توجه؟ إيش سؤال مهم. أول شيء إحنا عائلة نحب التصوير. يعني سواء إحنا ولا أولاد عمي من السلام، بدايتنا تصوير يعني. صح. فتصوير عندنا بالعائله يعني شيء قبل السوشيال ميديا، يعني دائما الكاميرا في ايدنا. فسهلوا علينا الحين نسوي الكاميرا في التليفون. يعني التصوير مهم عندنا. فكان الانستغرام بالنسبه لي من اول ما بدا هو البلاتفورم الاحسن، انه بيتكلم بس للصور كان. وكيف بدنا نتطور. بس صراحة السبب اللي أنا مهتم كثير في السوشيال ميديا اللي هو يعني إنه في كان فكرة عن رجال الأعمال في قطر إنهم دائما بس شغلهم فلوس وشغلهم يعني بس إنه ونقدين وما بتعرف توصل له إلا لازم تمر على مليون سكرتير قبل ما توعد تحكي.
فيعني ايه دائما نظر رجال الاعمال بهالطريقه ان الناس يعني خاصه عندنا في قطر ما اعرف ليش ان رجال الاعمال دائما مستغل دائما بس يركض وراء الماده يعني اكتف صح. فكان ضايقني هالموضوع لان انا مثل ما تفضل ما عندي حتى سكرتيرات ما عندي يعني عندي اسيستنتس يشتغلوا معي في مكاتبهم انا جلستي الناس تعرف اكثر الناس تعرفني قاعد في القهوه في بلو صالون دائما هذا مكتبي الاساسي الا اذا كان حدا يطلب يعني مثلا لقاء خاص ولا شيء اطلع على مكتبي فوق بس عامه بابي مفتوح للموظفين وللزبائن لاي حد ودائما موجود من غير اي حاجز ولا حتى يعني بس اشياء رسميه طبعا اوكي في مواعيد لا يعني في لكل مقام مقال احيانا بس اغلب الاوقات اللي يحب يوصلني يوصلني على طول ما في بس كمان السوشيال ميديا يعني تورجي الناس انه احنا والله انا كرجل اعمال مثلا انا مهتم بالفن مهتم بالرياضه مهتم بالعائله النشاطات اللي نسويها في الشركه اللي ما لها علاقه في البيع والشراء اللي هي بس عشان ترفيهية للموظفين او اووردز او اي شيء يعني بعدين انه والله حياتنا مش بس بزنس حياتنا اكثر من هيك واللي كرجال اعمال مش انا بس ها ترى رجال اعمال في قطر اغلبهم نفس الشيء صح اوكي لكن ما كانوا واضحين للناس حتى كيف ان اذا ما في السوشيال ميديا ساعدت هالموضوع هذا في من رجال اعمال في قطر كمان عند نشطين على السوشيال ميديا لاقوا نفس الرياكشن لما نتكلم مع بعض يقول والله الناس مستغربين انه احنا والله عايشين حياه عاديه ومش شغلنا كله فلوس ولا شغلنا كله ربح ولا هالكلام اللي كان ناس حطوا في راسه عنا وهذا اكثر شيء صراحه ساعدني يعني وساعد رجال الاعمال اللي نشطين وحتى غير نشطين صار الناس تعرف والله لا في زوايا اخرى للانسان لازم واحد يعني يشوفها صح يشوفها فيكم ايضا من الزوايا بعيدا عن الاعمال ورياده الاعمال والبزنس هوايات أشرف أبو عيسى لما إذا وجد وقت فراغ خاصة الأيام مع كورونا أكيد صار في وقت فراغ شوي صغيرة شو بتعمل؟ شو بتحب؟ أنا والله يعني كنت أحب القراءة كثير وصراحة الموبايل والواتساب بعدني شوي عن القراءة فهلا اليوم رجعت شوي أقرأ أكثر أوكي. أنا أحب أحب الرياضة يعني حتى مش بس ممارستها يعني مثلا كرة السلة من ما شاء الله لأنك طويل أنت على طول بس اليوم حتى أولادي ما شاء الله عليهم كلهم يعني ثلاث يعني بنت وثلاث أولاد عبد الرحيم وسلطان وتميم كلهم في منتخبات قطر يعني في حسب الفئة السنية اللي هم فيها في كرة السلة كلهم نعم. يعني حتى عبد الرحيم في يلعب في جامعة في أمريكا في ديفيجن 1 ما شاء الله عليهم فدائما كلامنا عن السلة احنا وياهم وكذا طبعا الحين وقفوا الدوريات يعني سواء هنا ولا في امريكا ولا اي مكان فما ما في متابعة كثير بس القراءة بحب الفن التشكيلي احب الانتيكس الاشياء مثل هاي احب الغوص لما اسافر احب اغوص كل يوم يعني يا اما اسبح يا اما اروح يعني عندي جيم صغير في البيت اتمرن فيعني كهوايات اكثرها يعني اتابع مثلا المزادات في العالم انا عندي دار مزادات في قطر دار الباهي للمزادات اوكي لان حولت هوايتي لعمل كمان لعمل ف يعني هالاشياء هاي يعني عندي وقت لها اكثر اليوم يعني عندي مكتبه الحمد لله كمان ثريه في كتب البزنس والارت فاليوم قاعد اعيد ترتيبها مره ثانيه اتذكر في كتب شاريها ناسيها صور يعني اليوم كلها الكترونيك واحيانا تغير التليفون تغير تنفيذي صور تحط كلها اليوم نجمعها في مكان فيعني صار لنا وقت شوي اليوم ترجع لحالك شوي الاشياء اللي يحبها ويشوفها وكذا ولما بدك تحب تسمع غنى او ميوزك لمين بتحب تسمع؟ والله انا من محبين فيروز كثير اوكي احب انا احب موسيقى الجاز ان كان انا اول جامعه اللي رحت عليها اللي هي السنه اللي درستها قبل وفاه الوالد كان في جامعه تعتبر من اهم الجامعات في العالم في الجاز جاز ميوزك فتصور انت قاعده مع ناس في الـ في الـ في السكن الهوم ورك تبعهم موسيقى قمة المتعة والإنجاز على فكرة يعني الميوزك بيساعد يعيد نفس النوت اللي مالها مش منطقية يعيدها 10,000 مرة يعني هي إلك مش منطقية بس إله منطقية لا أحب الجاز كثير الجاز مرة سمعت تعريف بالإنجليزي يقول
It's harmony through conflict. Yeah, it's true. فتلاقي مثلا تحس ان الالات متضاربه لكن في الاخر في 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 تنسيق في في هارموني معين في الجاز هذا اللي احبه فيه انا اكثر شيء. اوكي طبعا في كثير من المغنيين العرب احبهم يعني احب ماجد الرومي كثير احب الاغاني شوي السيريس العربيه اكثر بتحب الاغنيه الجاده لما باذن الله يخلص كوفيد 19 واشرف ابو عيسى ينوي يروح على المطار ويسافر وين أول بقعة على وجه الأرض مفكر أنك تتوجه لها وترمي هيك تقول هالتعب هذا كله لو سألتيني قبل كورونا كنت قلت لك المالديفز ولا محل بالي ولا شيء هيك يعني الاسترخاء حين من كثر ما استرخينا صح زينة أنا حب نيويورك بس نيويورك يوم شكلها من اللي قاعد نشوفه في التلفزيون كرهونا فيها صح كرهونا فيها صح مبينة صارت كأنها مدينة أشباح لا المدن اللي حبها أنا كثير باريس باريس يعني إذا يمكن باريس تكون إن شاء الله يمكن تكون باريس أكثر أكلة بتحب تاكلها كثير لا واحدة أكيد إلا في واحدة يعني وطبخ الماما ولا طبخ المدام لا طبخ الوالدة طبعا طبخ الوالدة لا الوالدة أكيد هو الواحد شوف الأكل حسب ما تعود يعني أحيانا كل واحد يحس أن أكل الوالدة هو أحسن إشي لأنه تعود عليه طول عمره بس لا والدتي فعلا شاطرة في يعني بشهادة بعض الأصدقاء اللي صادقين اللي عادة ما يجاملوا يعني اللي ما بيجاملوا والله ما أعرف يعني في أكلات كثير إحنا مش عارف يعني بالضبط إيش اللي اي اكله اقول لك بتوقف في المطبخ طيب ولا ما عندك يعني ولا حتى ولا تسلق بيضه ولا تقلي بيضه ولا يعني ابدا يعني اكثر شيء ممكن اسويه في المطبخ الشاي لا مغلب حالك والله وحتى في كورونا ما تعلمت ولا شيء معقول ولا ساندويشه رايحه جاي مشروبك المفضل الشاي ولا القهوه لا الشاي وانا الشاي. انا متخصص شاي متخصص يعني شاي. بجيب شاي يعني عندك نسبريسو بتشرب شاي ليش تحتاجين كنا ماشيين كويس لا احب الشاي الاخضر احب خاصه الشاي الياباني الياباني دائما اجيب شاي من هناك يعني لانه احسهم اكثر ناس صادقين في ادعاءاتهم يعني اليابانيين عندي احترام مور هيلثي ودعاتهم مور اورجانيك فيلم حضرته وانت صغير ما قدرت تنسى مطبوع في ذاكرتك لليوم فورست كامب اذا تذكري ايه هو الشاب اللي كان عنده توحد وكيف ان الواحد يتعامل مع شالي من الافلام اللي حين لما قلت يعني ما كنت افكر فيه بس لما قلت على طول تذكرته انك انا احب التحدي بحب القصص الواقعيه بتحب يعني صح. الميال للترو ستوريز اكثر كيف ربنا ياخذ من انسان شيء ويعطيه شيء ثاني بس لازم توجد الشخص لازم توجد الشيء الثاني هذا انا اقول حتى اي واحد حواليك يكون عنده مواهب مدفونه يعني مكان ما يعني قد ما قدرتي تحاولي تطلعي منه مواهب سواء طفل ولا موظف ولا صديق ولا كذا تشوفي وين هو في مناطق يمكن هو ما جربها وما دخلها لكن اذا اعطيتيه مجال يمكن يبدع فيها السوشيال ميديا اخذتك من التلفزيون او السينما ولا ما لك ميول لمشاهدة التلفزيون لما كنا نسافر لما كنا حسسني كان قبل 20 سنة يعني كنت دائما الأفلام أشوف الطيارة أوكي يعني ما السينما كنت أروح أحيانا بس لا بس مش كثير عندي صديق الشيخ حسن بن محمد دائما هو اللي ياخذني على السينما معاه بس لا السينما قلت كثير عندي مع اني احب السينما بس السوشيال ميديا اكيد اخذت حي صح يعني الواحد يعني يفتح شوي بس يشوف ايش صاير حدا بعث له رساله ولا شيء بعدين تلاقي نفسه سبحان الله كيف مصممين هو الواحد انه ينخرط فيها ويضيع فاذا الواحد ما كان عنده ديسبلين فعلا يضيع وقت كثير ترى صح شو بدي اسالك كمان عم بدور لك بنكش لك عندك بطل اشوف انا لازم البس النظاره استنى عهد نزال شكرا حبيبه قلبي محمد النجار بيسلم عليك مهند بني هاني حكمه الخالدي تريكسي
كونينج. That's our big boss Mr. أشرف أبو عيسى شريف. بقول السيد أشرف أبو عيسى شخص ذو خلق عالي وقلب وعقل متفتح وذو رؤية مستقبلية واسعة. أيضا بسلم عليك عبد الله ياسر التميمي، كتير في متابعين ما شاء الله على الفيسبوك. شهادة مشكور لهم جميعا. شهادة الناس اللي بتشتغل معك بتفرحك؟ بتفرحني وتحط علي مسؤولية أكبر كمان. يعني لازم أحيانا لازم واحد يعني يحاول يعبي المكان اللي أعطوه إياه الشباب اللي عنده أو الناس اللي معه. وأنا يعني الحمد لله يعني اليوم بالظروف هاي مثلا اليوم رجعت للمايكرو مانجينج من أول، يعني رجعت لأننا قاعدين ندخل في مرحلة جديدة اللي هي التجارة الإلكترونية. اليوم في عنا مواضيع توصيل، مواضيع مش عارف يعني مواضيع لسه جديدة ما 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 خلص. فقاعد اليوم يعني أنا مخلص معك هلا اليوم اللقاء هذا، رايح على المخزن عندنا أشوف كيف مثلا مثلا كيف الدليفري بيصير، كيف سامبلينج حيصير للناس اللي احنا عملنا سامبلينج. وطلبت من الشباب اللي معي والأخوات اللي معي يجوا هناك على المخزن يلاقوني يعني بعد مثلا ساعة من الحين. إن اليوم لازم نرجع للأساسيات، back to basics. وإذا الواحد بيغير كلتشر في شركة لازم يكون هو جزء كبير من هالتغيير، عرفت كيف؟ ويشوف مين اللي معاه يسمونهم سفراء التغيير اللي حيكون هم ليدرز المرحلة الجاية. يعني مش شرط يكون هم اللي يقودوا، بس يكونوا هم عارفين وين رايحين ويبلغوا الناس اللي معاهم ويعلموهم ويخلوا بإيدهم عشان ننتقل لمرحلة مرحلة. لأنه مش منطق اليوم إن الواحد يمشي كل اللي عنده ويجيب طاقم جديد مثلاً لمرحلة جديدة. لا طبعاً اللي كل إنسان قابل للتعليم. وسبحان الله الإنسان يعني هاي ظروف حتى علمتنا زيادة إن الإنسان عنده قدرة على التأقلم مش طبيعية. يعني حضرتي في غرفة، يعني مسكين الناس اللي انحجروا عندي بنت أختي ليلى جت من نيويورك كانت تدرس هناك، يعني انحجرت في غرفة واحدة. هاي البنت يعني ما شاء الله عليها نشيطة ودائما قعدت أسبوعين وما اشتكت، يعني خلاص تأقلمت مع الوضع. اليوم يومين بعدين خلاص تأقلمت وشغلت حالها وصارت كل إنسان قادر على أنه يتأقلم وفعلا to readjust مع أي ظروف جديدة. يعني أنا كتير سعيدة أنه كان ختام موسم برنامجي هلا مع رولا بوجودك معنا سيد أشرف أبو عيسى. والفنان علي عبد الستار أيضا كتب تحية وتقدير لك على قبول هاي الاستضافة. لكم شرف لي والله حبيبي. وكثير من ايضا الصداقه الفلسطينيه القطريه انضموا لنا على المتابعه. وكثير من الشباب اللي والصبايا اللي شغالين معك ايضا منضمين بعدين على رواقتك هيك بتشوف الفيسبوك وانت رد على الشباب والصبايا. ايضا لابد انه نقول باسمنا يعني باسم اذاعه حبايب اف ام شكرا لمجموعه السيد اشرف ابو عيسى. تحياتنا للسيد نبيل ابو عيسى يخليكم لبعض دائما ويخلي لكم عيلتكم الكبيره الرائعه المتميزه دائما. واحنا وعدنا مستمعينا الاسبوع الماضي ان شاء الله انه في شهر رمضان المبارك مجموعه ابو عيسى موقع بالجمله رح يقدم جوائز لفائزين شهر رمضان المبارك. ايضا بلو صالون يمكن مسافر في عندنا مجموعه كثير هدايا حلوه وقيمه رح تكون باذن الله تعالى بشهر للفائزين بشهر رمضان المبارك. ويمكن رح نحرص احنا وياكم من خلال موقع بالجملة على تقديم الجوائز للأسر اللي أكثر تعففا والناس اللي محتاج البضايع اللي بالجملة إن شاء الله حتى نساهم احنا وياكم قدر الإمكان بالمساعدة مع الناس اللي ظروفها صعبة. وانتو دائما ما بتأثروا مجموعة أبو عيسى. كلمة ونصيحة توجهها للشباب المقبل على العمل وعلى الحياة وبيخاف ودائما إذا بيطلع خطوة لقدام بيرجع خطوة لورا. شو بقول لهم أشرف أبو عيسى؟ طبعا دائما بحكي للشباب دائما اللي خاصة اللي يدخلوا في مجال الأعمال إنه أول يحاولوا يشتغلوا في القطاع الخاص عند غيرهم يتعلموا من مال غيرهم. أنا واحد من الناس اللي أدعوكم تعالوا اشتغلوا معاي والله تعلموا فكرة تعلموا عندي يعني بدل ما تروحوا أول شغلة تشتغلوها انه مثلا تجازفوا في فلوسكم ولا فلوس عائلتكم ولا نعم. فلوس الدولة حتى يعني اشتغلوا معنا وشوفوا ايش يعني القطاع الخاص. يعني
يعني المايند سيت وطريقه التفكير وطريقه الشغل وساعات العمل تختلف تماما عن اي قطاع اخر يعني. نعم. اوكي فهذا هاي يعني من اول نصائح اللي اقول. بعدين يعني ثاني شيء ما في شيء يجي وما في شيء يجي بسهوله ولا بالنجاح من اول يوم. يعني هو النجاح ان كم مره تقدر انت تقوم من من الفشل اللي فشلت اول مره وثاني مره وثالث مره. كل ما قدرت تقوم من فشل لفشل اوكي كل ما كان نجاح يعني يصير نسبة النجاح عندك عالية جدا وفرصة النجاح تزيد. كل ما فشلت في 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 شيء اعتبر هذا درس ودافع انك انت اليوم تنجح اكثر حتى لو مرة ومرتين ثلاثة في الاخر الا تصيب. نعم. ف ما يعني ما الواحد يكتئب او يزعل او يستسلم اذا فشل من اول مره وثاني مره الا يعني حتى احنا بمجالنا وكل الخبرات اللي عندنا كشركه ندخل احيانا في مشاريع الناس يعني تقول لك اكيد هذا يعني عارف ايش قاعد يسوي وايش وتفشل افتكر لان في عوامل معينه ما تكون حاسس بحسابها او شيء يصير او يعني الا في اشياء احيانا ما يكون واحد شايفها صح. فما ما ما حد يزعل ولا يستسلم. بعدين يعني انت واحد يعمل ويجتهد يعني العمل الشاق او العمل المثابره يعني مش بس والله اداومني ساعتين ثلاثه واقعد واستنى الحظ يجيني وكذا. انا اقول الله يوفق دائما اللي فعلا حابب انه يعمل شيء ويشتغل فعلا بجديه وبامانه ايضا وبانتماء للمكان اللي ما في شيء غير العمل الشاق. نعم. العمل الجدي يعني حتى كيف يعني خاصه بالاول اول مراحل. نعم. بعدين خلاص اوكي تعلمت وفهمت وعرفت هذا يصير شوي تتكل على اللي عندك موظفين او تكبر شركتك شوي بس خلي هاي الفتره عملك ما دام انت عندك الطاقه تستمر. أطول. وللمرأة في قطاع الأعمال والريادة في عالم الاقتصاد والبزنس سواء في قطر أو خارج قطر. ذكرتيني أنا من الداعمين جدا للمرأة يعني رغم الظروف الفيز عنا والعائلية والاجتماعية أنا ثلث الكادر الوظيفي عندنا في الشركة هو من الإناث وهذا كمان يمثل حتى في الإدارة. يعني حتى الديسيجن ميكينج عندنا والمديرين عندنا ثلث تقريبا إناث. مش بس لان احنا بنشتغل في الفاشن ولا في العطور ولا في الساعات ولا لا بالعكس حتى في المجالات الاخرى يعني yeah. حتى في المجالات الاخرى كلهم موجودين. فاذا انت اذا ما فعلتي نص المجتمع اللي هو الإناث اذا ما فعلتي عمرك ما حتطوري عمرك ما تصير من الدول اللي في الصفوف الاماميه. اوكي والحمد لله اليوم عندنا في قطر عندنا نموذج الشيخ موزة والشيخ والشيخ المياسة والشيخ يعني والشيخ هند والجميع اللي موجودين يعني ما شاء الله عليهم سهلوا على البنات عندنا وعلى العائلات. نعم. اوكي التقبل موضوع عمل البنات والاناث نعم. في, في, في 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 البلد او في يعني في سوق العمل دائما اقول لبنتي يعني الشيخه موزه وعائلتها وبناتها اختصروا عليكم يمكن اختصروا كثير من الطريق يمكن 20 سنه من صحيح. من العناء صحيح واثبات right. الوجود صحيح ذاتس رايت right. احنا انا كمان من الناس اللي ساهمت في تاسيس انجاز قطر مع الشيخ هنادي. نعم. فنشوف دائما مع تعامل مع الطلاب المدارس والجامعات نشوف تفاعل كبير من البنات تقريبا ثلاثة او اربع اضعاف اللي نشوفه من الذكور من الشباب صحيح. اوكي ف يعني هم بنات عندنا يعني مجتمع السيدات والاناث عامه يعني واعد جدا وحتى من نتائجهم في المدارس من لما تشوفهم مثلا في عالم الفن فن التشكيلي او في الفن او في ال او في ال يعني العمل عامه في قطر تلاقيهم بارزين فعلا. ايه صحيح. المراه تستطيع ان تكون قياديه اذا اعطيت الثقه. صح. لانها دائما بتحرص على اثبات وجودها واثبات ذاتها في مختلف صحيح. المجالات صحيح. والميادين وايضا يعني
تحية إكبار إليك كرجل أعمال تثق في قدرات المرأة على أن تكون قيادية وإدارية وصاحبة قرار، ويمكن أحيانا تتمتع المرأة بحكمة في اتخاذ القرار يمكن أكثر من الرجل. إذا النصائح جدا طيبة للشباب ودعم كامل، يعني هاي بقول لكم مستر أشرف تعالوا تجربوا في ماله وخذوا خبرة، ودعم أيضا للصبايا وللنساء لخوض يعني مضمار العمل دون خوف ودون قلق. مقبلين على شهر رمضان المبارك، ينعاد عليك بالصحة والعافية وهدات البال. كيف تعتزم أن تقضي شهر رمضان في ظل الظروف الحالية؟ والله أنا يعني عامة رمضان عندنا إحنا في شركة نستغله في لا تقولي شغل كمان إعادة التنظيم إعادة التنظيم، يعني دائما عندنا كل يوم عندنا نجيب قسم من الأقسام أو شركة من الشركات التابعة للمجموعة، نعم، وتعمل برزنتيشن عن كل النتائج العام السابق والفوركاست للعام القادم العام القادم، وكون كل الإدارة موجودة، الإدارة العليا سواء الـ HR ولا الإدارة المالية التدقيق الـ IT كلهم كل موجودين أوكي، وأنا وأخوي والأخ فواز نسيبنا اللي كمان معنا في الشركة كلنا كنا موجودين، وتأخذ القرارات على طول عرفت كيف؟ يعني بلحظتها، يعني على أساس إنه ما يكون في والله إجراءات هذا، فكل يوم عندنا قسم من الأقسام في رمضان، فهذا يخلي الناس كلها قاعدة تشتغل على تقاريرها، وإذا طلبنا منهم معلومات زيادة يشتغلوا عليها، بما إنه رؤساء الأقسام كلهم قاعدين معنا في الجلسة هاي فالتحتيهم قاعدين يجربوا حالهم مدة شهر كامل في رمضان إيش يعني كيف يتعاملوا مع الأقسامهم، فدائما عندنا شهر رمضان نشيط. هاي السنة يمكن شغلناهم كثير في الفترة اللي قبل رمضان وفترة الكورونا، صراحة ضغطنا على الجميع، يعني إنه في إحنا في أزمة نحاول نتعامل معها بهذا، والظرف اليوم الاجتماعات إن كثار ناس في غرفة واحدة كمان غير مستحب طبعا، فهي السنة يمكن ما حنعمل الكلام هذا أو نعمله حتى يمكن يكون على عن طريق عن بعد. بس ناوي أنا في رمضان هاي السنة طبعا الرياضة شيء مهم كثير أوكي. أن طبعا الزيارات العائلية أنحرمنا منها فاليوم حتى قراءة القرآن حتكون بتمعن أكثر، بقراءة التفسير كامل عشتكي في وقت أكثر الواحد حتى صحيح. ممكن يعني وكمان اليوم الوسائل التكنولوجيا الموجودة اليوم تساعد حتى في التمحص أكثر في الأمور الدينية والفتاوي يعني والقرآن عامة، يعني اليوم صار في أكثر من طريقة الواحد يستمتع في قراءته يعني. إذن نتمنى لك إلك وللعائلة بإذن الله تعالى، وعائلتك يعني عائلتك اللي على مستوى الأسرة وعائلتك الكبيرة في شركاتكم أيضا رمضان إن شاء الله سعيد ومبارك، ويعطيكم العافية على مجهوداتكم الرائعة، وبنتمنى لكم عن جد مزيد من الألق والإبداع في كل القطاعات اللي عم تشتغلوا فيها، يعني مجموعتكم من الشركات الرافدة والداعمة للاقتصاد الاقتصاد المحلي وأسواقكم في الخارج سواء في العالم العربي أو في أوروبا أو في أمريكا أيضا. نتمنى لك مور إكسبانشن إن شاء الله ونجاح أكثر وأكثر، ونأمل إن شاء الله كمان يعني بلكي خلال رمضان أو بعد رمضان حظينا بزيارتكم لما تفتح الأمور إن شاء الله. ونلتقي بالشباب والصبايا اللي بيشتغلوا معاكم حتى نشوف انعكاس التجربة اللي سمعناها اليوم بالاستوديو، أن نأخذ منها ما هو على أرض الواقع بإذن الله تعالى. مسرين جدا، وأنا شاكر لكم جدا على هاللقاء هذا، صراحة حسستوني سواء أنت أخت رولا والأخ علي عبد الستار حسستوني حالة بيتي، يعني أنا كنت جدا خايف من هال مش خايف يعني بس دائما أنا مش
مش شاطر كثير في اللقاءات والتلفزيون وال يعني عامه مش متمرس في هالشغله، لكن اليوم حسستوني ان ببيتي وحسست نفسي كثير مرتاح الحمد لله. شكرا جزيلا لكم، هذا شرف لي اكون معكم حبيبي. حبيبي نورتنا وشرفتنا، وبدنا نقول لك تحيات كل المتابعين ايضا على الفيسبوك، وعن جد جزيل الشكر. الله يبارك نورتنا. اهلا وسهلا فيك. اذا مستمعينا الاعزاء بنشكر احنا وياكم ضيف حلقة الختام في هلا مع رولا لهذا الموسم، رجل الأعمال والاقتصادي المبدع السيد أشرف أبو عيسى، المالك لمجموعة أبو عيسى للأعمال، ونتمنى فعلا لهم مزيد من التوفيق والنجاح، وإن شاء الله تستمر لقاءاتنا مع قيادات ونجاحات أيضا قطرية بامتياز. شكرا لكم مستمعينا، و يعني على أمل اللقاء بإذن الله تعالى أنا وياكم وفلاح في أول أيام شهر رمضان المبارك في برنامج فائز وجوائز. أبدأ اعتبار من اليوم استراحة المحارب حتى نلتقي يوم الجمعة مساء على خير وسلامة، بحال أنه كان أول أيام الشهر الفضيل. شكرا لكل الحب اللي غمرتونا فيه خلال هذا الموسم من برنامج هلا مع رولا، شكرا لكل الحب، شكرا لكل المتابعة، شكرا لثقتكم اللي اهتزت فينا وليوم، نتمنى أنه كنا على قدر المسؤولية. تحية حب وتقدير للجميع. شكرا لأسرة برنامج هلا مع رولا بمقدمتهم مخرجنا وصديقي وزميلي المبدع دائما فلاح الصالح. شكرا للإدارة المتميزة لأستاذنا الفنان علي عبد الستار اللي دائما يضع ثقته فينا وفي كل ما نقترح من برامج ومعطيات حتى نضمن تقديم الأفضل والأروع لكم دائما بحجم روعتكم وطيبة قلوبكم ومحبتنا الكبيرة لكم. بنقولكم رمضان كريم، وتابعوا حبايب اف ام، رح تبدوا تسمعوا اعتبار من غدا إن شاء الله كافة إعلانات برامجنا للدورة الرمضانية. كل الحب لكم مني أنا رولا الغزاوي، بحبكم كتير كتير، ديروا بالكم على حالكم وإلى اللقاء.